كلنا في الانتظار، وانا الحقيقه اكتر الناس في انتظار هذا الحوار. وعايز اقول لكم ان الحوار ده هيبقى متكرر كتير ما بيني وبين الكابتن محسن، يعني كل اسبوع كل 10 ايام، لانه في حوار فني وفي حوار ذكريات مهم جدا، فهو يجمع بين الاثنين ببراعه شديده جدا، غير اللي انتم سمعتوه في تقرير زميلنا العزيز فيصل زيدان من تاريخ كبير جدا في عالم تدريب، يعني اعتقد كبير جدا للكابتن محسن صالح. ويكفي انه من القلائل اللي نجحوا انه يفوز ببطوله الدوري العام من خارج الاهلي والزمالك، بل انه فاز ببطوله الدوري وفاز بكاس مصر مع النادي الاسماعيلي، وصنع جيلا رائعا وكان قريبا من الفوز بالبطوله الافريقيه. على فكره هو تعادل في الاسماعيليه 1-1، وتعادل في الجزائر 0-0، وفي الدقيقه الاخيره كوره جت في القائم حرمته من الفوز بالبطوله، ولولا خطا في مباراه الذهاب هنا تسبب في الهدف اللي دخل مرماه كان جمع ما بين الكونفدراليه او كالدوري الكؤوس الافريقيه في هذا التوقيت والكاس والدوري، مش في سنه واحده لكن كان جمع بين الثلاثه، غير مسيرته الرائعه كمدرب مع بعض المنتخبات العربيه مع منتخبنا الوطني ومشواره التدريبي الرائع. لكن كمان حديث الذكريات والنجوم هيكون هام جدا في حوارنا مع اللي منورني ومشرفني نجمنا الكبير كابتن محسن صالح. مساء الفل يا ابو الكباتن. مساء الخير يا كابتن احمد، اهلا وسهلا بيك، لك وحشه كبيره. وانت كمان منور الدنيا. الله يبارك فيك. تحب نبدا من امبارح، امبارح اللي هو محسن صالح اللعيب، ولا من امبارح اللي هو ماتش الكوره في النادي الاهلي، ولا من امبارح محسن صالح رئيس التخطيط، ولا تحب نبدا من ايه؟ نبدا بالطازه. بالطازه. اللي هو امبارح. اللي ما كله امبارح. الطازه اللي هو امبارح اللي هو مباراه الاهلي الافريقيه. مباراه الاهلي والتعادل مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. تمام. على فكره النهارده انتهت كل مباريات الفرق المصريه في الجوله الثانيه، الزمالك تعادل مع نيمبا النيجيري 2-2، وبيراميدز تعادل مع ديجوليبا المالي بدون اهداف، والمصري بعد ما كان متقدم وحتى اللحظه الاخيره من المباراه مع بلاك بولز الموزمبيقي لكنه فرط في فوز وتقدم وتعادل 1-1، يعني ما حدش احسن من حد، كل تعادل، والاهلي كان بداها بالتعادل بدون اهداف. خلينا في نادينا النادي الاهلي، شفت المباراه ازاي؟ شفت التعادل ازاي؟ يعني انا شفتها بعيني كمدرب، يعني المباريات دي لما بتقام في الاجواء دي ما حدش بيحس بيها الا اللاعب والمدرب. ليه؟ لانه لما نتكلم على درجة حرارة عالية، لما نتكلم على نسبة رطوبة عالية، دي مش أعذار. نعم. أنت لاعب مريت بالفترة دي، وأنا لاعب ومدرب مريت فيها، بتبقى عملية قاسية جدا على اللاعب. نعم. يكفي أن أنا أقول أنه كل أجهزة اللاعب الحيوية بتتأثر بدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة، فتجد أنه نبضات قلبه مختلفة، التركيز بتاعه مختلف، اللياقه البدنيه عنده بتبقى فيها هبوط. السبب انه الجسم بيبقى في حاجه الى الاكسجين، وبالتالي نظره الاكسجين او قله الاكسجين بتخلي الجسم ياخد صحيح الاكسجين ده من كرات الدم الحمراء بتاعته. نعم. اللي بتتكسر عشان تطلع الاكسجين لبقيه الاجهزه الحيويه في الجسم. خلينا اقول للناس بس خبر انه توج بوتافوجو الان ببطوله الدوري البرازيلي لاول مره من 29 سنه بعد ما فاز على ساو باولو 2-1 وهزيمه منافسه المباشر بالميراس، والاثنين مع الاهلي، واحد في كاس التحدي كمان كام يوم، واحد في كاس العالم للانديه، عشان تعرفوا بس مدى الصعوبه. 29 سنه بطوله الدوري غائبه عن بوتافوجو، واحنا شفنا الحقيقه نهائي بطوله امريكا الجنوبيه وكان عامل ازاي الحقيقه مع اتلتيكو مينيرو ب 10 لعيبه بعد 30 ثانيه فقط لغيره، ويفوز 3، سجل هدف في الوقت بدل الضائع كمان، دليل اللياقه والشراسه والقوه، والان بيفوز بالدوري قبل نهايته باسبوعين ليؤكد انه فريق صعب المراسي يا كابتن محسن. معلش خرجنا بره الموضوع. لا مش مشكله، نكمل انه تكسير كرات الدم الحمراء بيؤدي الى 1-2-3-4. نعم. وبالتالي اللاعب ما بيقدرش يبذل نفس الجهد. ده صحيح. التركيز بتاعه بيبقى مش زي المعهود، قراراته في ارض الملعب بتبقى سيئه، وبالتالي يعني احنا كمدربين عندنا مشكله في اللعب في البلاد اللي هي فيها المشاكل بتاعت قله الاكسجين. نعم. ودرجه الحراره.
سألنا الخبراء قالوا أحسن حاجة عشان تحافظ على كرة الدم الحمراء وما تتكسرش إنك أنت يا تروح قبل المباراة بعشرة أيام تعمل التأقلم، يا تروح قبل المباراة مباشرة بيوم يقوم ما يلحقش كرات الدم الحمراء تتكسر واللعيب يبقى محتفظ ببعض من الطاقه. طبعا انك انت تروح قبلها ب10 ايام عمليه طبعا مستحيله، لان عندك الدوري هناك تكمل الدوري بتاعك هناك في جنوب افريقيا. وبالتالي فبتروح بقى بطياره خاصه وتروح قبل المباراه بيوم او يومين. بس تروح قبلها بيوم، بتروح قبلها بيومين لان المشوار برضه صعب وطويل. اكيد طبعا اكيد طبعا. وبالتالي فيعني هذا يكفي عذرا ان النادي الاهلي لم يحقق الفوز. لكن احنا لاحظنا النادي الاهلي في الشوط الثاني او في النصف الثاني من الشوط الثاني انه كان اقرب الى الفوز كثيرا وسيطر على المباراه واتيحت له فرص. طيب ليه الفرص دي جت دلوقتي؟ ليه انه ما عملش الفرص دي في اول المباراه؟ عمل تغييرات، نزول الشحات، عمل نوع من الانتعاشه في صفوف الفريق وكاد ان يسجل. اللعيبه بتبقى اكثر حرص على انها تنهي المباراه فبيجي لها النفس الثاني في الجزء الاخير من المباراه، بتبذل جهد اكبر. لا تنسى انه الفريق المنافس من اول مباراه عارف هو بيلعب مين. يعني انا لاحظت انه الفريق اورلاندو ما طلعش من بره السنتر الا مره او مرتين، وكل لعبه زون ديفنس وعلى حذر. الأندية دي بتلعب على اسم النادي الأهلي وعلى سمعة النادي الأهلي. عشان كده يعني أنا عايز أقول نصيحة أو ليا طلب عند الأجهزة الفنية في النادي الأهلي، إن احنا عايزين المرحلة اللي جاية بعد ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن إن احنا نفكر في تغيير المفاهيم. ليه؟ أكيد أنت عارف يا كابتن أحمد ومريت بالتجارب دي، إنه في عقيدة عندنا عند اللاعبين وعند المدربين المصريين انه التعادل بره مكسب. ايوه. انه احنا عايزين نتيجه ايجابيه، طب النتيجه الايجابيه هي ايه؟ يقول لك ان احنا ما نخسرش. أيوه. طب ما ممكن تكون النتيجه الايجابيه هي ان احنا نفوز تبقى اكثر ايجابيه. وحصل السنه اللي فاتت واللي قبلها، وكنت يعني كنت طالب هذا المكسب. انا فاكر مثلا في سنه موسيماني كان لازم نكسب فيتا كلاب في الكونغو، وكنا موقفنا متأزم جدا، كسبنا 3. الموسم اللي فات كان لازم نكسب مدياما في مدياما، كسبنا مدياما. كان لازم في عدد من المباريات لازم الفريق الكاميروني، هفتكر لحضرتك القطن اظن الكاميروني، وكسبنا 4. فبقى خلاص الفكر ده اتغير يا كابتن محسن. لازم يتغير. نعم. لكن يعني ما زال موجود، لابد ان احنا نغيره. انا اذكر بهذه المناسبه واقعه مباراه منتخب مصر مع اوغندا في اوغندا. فالفريق يعني انا مبدئي او قناعاتي الشخصيه، انت معاك الكوره يعني بتهاجم. أيوه. انت معاكش الكوره يعني بتدافع. أيوه. انت معاكش الكوره بتدافع يعني انت كسبان وبتقتل الوقت. لكن ما يبقاش انت معاك الكوره ومتعادل وتقتل الوقت، يبقى انت ما انتش عايز تكسب. وبالتالي فكنا بنلعب مباراه يعني فيها تطبيق لهذه النظريه، توازن. طول ما معانا الكوره نهاجم. فكنا بنهاجم وبنوصل على حدود منطقه ال 18. يعني محتاجه 1-2 او تمريره او شوطه جول وتخلص المباراه، الاقي اللاعبين يروحوا مرجعين الكوره تاني واستحواذ ورجوع لنص الملعب وتمريرات عرضيه، وبعدين نوصل تاني وبعدين نرجع تاني الى ان الحكم اطلق صفاره التعادل للمباراه. فلقيت اللعيبه بيبوسوا بعض وجايين بيهنوني. فانا مندهش يعني، قاعد ببص وحزين يعني. فبيقولوا لي يا كابتن انت مش فرحان؟ قلت لهم فرحان على ايه؟ قالوا لي على التعادل. قلت لهم طب ما كان ممكن اكسب، ابقى فرحان اكتر. طبعا. قالوا يا كابتن ده احنا بقى لنا 20 سنه بنلعب كده. عقيده. فعرفت ان دي عقيده لابد ان تتغير عند اللعيبه. يعني انا في شغلي غيرت بعض الشيء منها، لكن ما زالت موجوده وما زالت موجوده. وشفناها امبارح انه النادي الاهلي كان ممكن رغم الظروف الجويه المحيطه بالمباراه كان من الممكن انه ينهي المباراه. عايز اقول بقى يعني حاجه من حقنا ان احنا نقولها يا كابتن احمد. يعني احنا عملنا كل الحاجات المطلوبه، حققنا كل البطولات المطلوبه. وصلنا النهائيات كل البطولات العالميه. لازم مستوانا يطلع بقى. ايوه. ما نفضلش نلعب بنفس العقيده ان انا عايز اتعادل عشان ابقى مستحوذ. لابد انه نتخطى هذا المستوى. طب نتخطاه ازاي؟ بالشغل على العقول اللاعبين، ان احنا نزرع دوافع جديده، افكار جديده،
يعني عايز اقول يعني مكافآت جديده. نعم. لكن الاهم انه التدعيم، لابد انك انت تدعم الفريق بتاعك. نعم. بلاعبين عشان ترتقي للمستوى اللي انت رايحه. انت يعني ايه، انت خلتني انط 20 خطوه قدام، لان كنت هكلمك على سؤال التدعيم ده بعدين، ومش عايز اسبق الاحداث شويه، لانه والتدعيم خاصه هيكون عشان كاس العالم للانديه. اكيد. وبالتالي لما بتتكلم دلوقتي في التدعيم ولاعيبه، وفي لعيبه اساسيين موجودين وفي لعيبه اجانب موجودين، هتبدا ممكن تعمل حته بلبله في الفرقه شويه، انه مين يمشي من الاجانب ومين يقعد وهتجيب مين صفقات، ويبقى بالتالي يؤثر على الناس الموجوده في الفريق. انت شايف انه امكانيه التدعيم في يناير ولا من الافضل الانتظار ليونيو؟ انت عارف يا كابتن احمد. نعم. ان عمليه السكاوتنج والبحث والتحري بتاخد وقت. نعم. وبعد ما تجد ضالتك من الممكن ان تنجح ومن الممكن ان تفشل. مزبوط. المفاوضات. نعم. وبالتالي تفضل انت ماشي ورا خط لغايه قبل النهايه. ومتاكد انك انت خلاص هتوقع، وبعدين تجد ظروف معاكسه ظهرت. نعم. وافشلت الصفقه. زي ما حصل الفتره اللي فاتت، انه يجي مدرب جديد يقول لك لا انا عايز اللاعب ده ما يمشيش يقعد. صح. او انه اللاعب نفسه يغير قراره، لا. نعم. انا عايز احترف في اوروبا، جالي عرض احسن من كده. وبالتالي لابد من دراسه، انه كابتن محمود الخطيب من الان يعني لابد انه يكون في ورشه عمل سريعه. نعم. ودقيقه. لابد ان احنا نعمل مفاضله ما بين الارتقاء بمستوى الموجود. نعم. ومحاوله التعاقد مع عنصر او عنصرين يشدوا الفريق. نعم. او ان احنا نبدا ندور من دلوقتي وناخد قرار في الموجود. لانه الموجود لما نتكلم على تاو، لما نتكلم على سليم، لما نتكلم على الاثنين المدافعين اللي جبناهم، يعني لابد ان يكون في قرار. نعم. لابد ان يكون في فرص، لابد ان يكون في تحضير. نعم. يعني انما كنت تسيب الباب موارب، يعني ممكن الصفقات اللي انت بتدور عليها تفشل. والناس اللي هي موجوده وقاعده دي مستواها يهبط، يعني. نعم. ما بتلعبش. فالمفروض يكون عند كولر خطه جديده، افكار جديده. ممكن الافكار دي تاثر على نتائج الفريق في الدوري. نعم. ليه؟ لانك انت مطالب باشراك هؤلاء اللاعبين في الدوري حتى يصلوا الى الفورمه. صحيح. هم دلوقتي مش في الفورمه. لما هينزل يلعب مش هيبقى في الفورمه 100%. نعم. محتاج منك تكتيك جيد، محتاج منك قياده جيده، محتاج روح قتاليه جديده، محتاج تعاون من اللاعبين عشان نمر من هذه الظروف الصعبه. وبالتالي هتوصل لمرحله عندك قناعه، بيرستاو وقف يبقى خلاص يقعد نكمل، سليم عاد زي ما كان موجود يبقى اوكي نستنى. نعم. ونأجل قراراتنا ونلعب بالموجود كويس، لكن ما نعملش مخاطره نهمل الموجود ومش عارفين اللي جاي. بس احنا عندنا مشكله يا كابتن محسن، يعني مثلا امبارح بيرستاو نزل كان كويس والناس مبسوطه جدا من بيرستاو انه كان كويس في الربع ساعه او الثلث ساعه اللي نزلها، فتبدا الناس تقول لك هو بيرسي ما بيلعبش اساسي ليه؟ الماتش اللي قبليه بيرسي ما كانش كويس، يقول لك هو بيرسي ما مشيش ليه؟ فمشكله صعبه جدا لاي مدرب في الدنيا انه الناس ارائها متغيره، وده طبيعي. بس المدرب اكيد ارائه مش متغيره، ان المدرب اللعيبه عنده طول الوقت، فشايف اللعيب شكله عامل ازاي. فهو رضا سليم لعب امبارح كان كويس، الناس يقول لك هو بيقعد ليه؟ رضا سليم يطلع الشوط الثاني مش كويس قوي، يقول لك هو رضا سليم مكمل ليه؟ الامر يا كابتن شديد الصعوبه، والناس متخيله انه انت هتفتح باب او ترفع سماعه التليفون، فلان وفلان وفلان يجوا، ده يجي من هنا وده يجي من هنا وده يجي من هنا، وهمشي ثلاثة أربعة وكأنه مال سايب. أعتقد برضو هي قصة مش سهلة يا كابتن محسن. القصة مش سهلة، والتدريب ده علم مش فهلوة. نعم. مش معنى ان انا اجيب لعيب اقول له احنا عايزينك النهارده تنزل وتكسبنا. مظبوط. والراجل بقاله شهر ما بيلعبش. مظبوط. مثلا ما في اعداد بدني وذهني. نعم. ونفسي و مش في الفورمه. فلما بتيجي بتنزله مش هيدي لك احسن حاجه. صح. ده شيء طبيعي. أيوة. ليه الناس متخيله ان انا هجيب واحد من الدكه هينزل هيبقى 10 على 10؟ نعم. ليه متخيله الكلام ده؟ الكلام ده مش في الكوره ابدا. في حاجه اسمها فورمه، الفورمه دي بتيجي من ايه؟ من التدريب والمباريات. نعم. لما بيغيب التدريب يبقى في مباريات، او بيقل التدريب عشان في كثافه في المباريات، يبقى المباريات ممكن توصل للعيب للفورمه. لكن ما يبقاش اللعيب قاعد على الدكه وما بيلعبش وبعدين اروح ملعبه ومطلوب منه انه يكون احسن حاجه عشان الناس كلها مستحيل. تقتنع. مستحيل. مش هيبقى احسن حاجه. نعم. يبقى اذا الفتره اللي جايه محتاج ان انا اضخ في الفريق بعض. نعم. من العناصر،
مستواها مش هيبقى 100% او هيبقى متذبذب، ممكن يأثر على النتائج، لازم نستحمل شوية بقى. ساعتها إذا حصل لا قدر الله تعادل، حصل نتيجة سيئة، ما نقولش بقى لا وإزاي وليه نزل ده والمفروض إن هو ما ينزلوش، يبقى نتكلم بواقعية ونتكلم بفهم كروي سليم. خليني أروح لفاصل، وبعد الفاصل هسأل كابتن محسن. كلام كتير طلع، نرجع ديانج، نرجع شريف، نرجع عبد القادر، ناخد تريزيجيه على سبيل الإعارة، وحاجات كتيرة جدا وأسئلة مهمة كتيرة جدا، بالإضافة زي ما قلنا لضم لاعبين جدد للفريق. وهنتكلم في الجانب الفني للنادي الاهلي، هل النادي الاهلي ماشي كويس؟ هل النادي الاهلي مش ماشي كويس؟ ايه المطلوب عشان يبقى افضل من كده؟ كل ده هنتكلم فيه في الجانب الفني، ولكن حديث الذكريات هام ايضا جدا مع الكابتن محسن صالح. كابتن محسن، خلينا نتكلم على يعني التدعيمات. يعني البعض بيقول لك ارجع لحرسك القديم، لديانج، لشريف، لعبد القادر، ومن قبلهم تريزيجيه اللي بقى له مشوار طويل جدا في عالم الاحتراف. وبالمناسبه يا جماعه، كل ما اثير عن قصه كريستيانو، وطبعا كريستيانو حاجه عظمه في عالم كره القدم، لكن هذا الامر غير مطروح وغير وارد على الاطلاق. يعني كلها احلام وكلها كلام جميل بيقولوا بعض الأهلوية، لهم كل الحب ولهم كل الشكر، لكن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق. خلينا نتكلم في التدعيمات اللي ممكن النادي الأهلي يدعمها. هل يعود إلى حرسه القديم ولا يفكر في وجوه جديدة؟ العودة مستحيلة. العودة مستحيلة؟ مستحيلة. بس خلي بالك، أنت بتتكلم في عبد القادر إعارة، بتتكلم في ديانج أيضا إعارة، شريف عقده انتهى مع نادي الخليج. أنا ليه بقول مستحيلة؟ لأنه كولر هو اللي رفضهم وطلب إن هم يغادروا، مش هم بس، يعني القائمة كبيرة اللي عايز يغير فيها كولر. فأنت لما تسترجع لعيب يعني هو مش مقتنع بيه، يبقى مش هيلعبه. أيوه. مش هديله فرصة. طب أنا بقى أنا ما خليني أنا مع اللي موجود. أيوه. وبعدين اللي موجود مش وحش على طبعًا فكره. طبعا طبعا لما اتكلم على اكرم اضافه في خط الوسط، مروان لعيب خط وسط، هاي الكوكا موجود ممكن يقوم بالدور، بالاضافه الى صناع اللعب عاشور وقفشه، يعني احنا ما عندناش مشكله. احنا عايزين نجود، عايزين نحسن، عايزين نقوى، عشان احنا رايحين على مستوى اعلى، وبالتالي لابد ان احنا ندعم. لكن هل التدعيم ده يعني سهل الحصول عليه؟ يعني انت هتروح تجيب من 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 الشانزليزيه، ولا هتجيب من البرازيل لعيب من الباترينا وتجيبه وتيجي؟ مش هتقدر، يعني حاجه مش مضمونه، خصوصا ان احنا في منتصف موسم، يعني احنا مش في نهايه الموسم، والتعاقدات والاتفاق والتفاوض بيحتاج وقت طويل جدا. انا شايف الاضمن اللي ممسوك في العصافير اللي في ايدك حلو موجودة، أنا أمسك فيها وأحسنها وأطورها. طيب خلينا نكون أمنا ونتكلم بوضوح شديد جدا. تمام. جمهور الأهلي كل قلقه على الناحية الهجومية، يعني أسامة أبو علي لا خلاف. أوكي. خلاص؟ الناس سعيدة جدا بمستوى طاهر الفترة الأخيرة، حسين الشحات بسم الله ما شاء الله أيضا بشكل جيد. إمام بيروح ويجي لكن مفيش خلاف على جودته، أنا بتكلم على التلت الهجومي دلوقتي، فبضم إمام للتلت الهجومي. بتتكلم على رضا سليم، بتتكلم على بيرسي تاو، بتتكلم على كهربا. هذا السداسي الهجومي اللي هو وسام، الشحات، طاهر، بيرسي، كهربا، وراهم امام وقفشه، هو دي القصه اللي جمال النادي الاهلي دائما وابدا بتتكلم فيها. يقول لك ديفنسنا كويس، حراسنا بسم الله ما شاء الله جيدين، وسط ملعبنا سواء كان مروان او اكرم او كوكا او اي حد ما شاء الله بيلعب، هم ما عندهمش مشاكل في ده. هل حضرتك متفق معايا في ده ولا كلامي؟ حضرتك طبعا انت فني ادي 10,000 مره. لا متفق معاك طبعا. نعم. وعندنا حلول كتيره. يلا. لكن احنا عندنا تخوف. حلو. والحرص لابد ان يكون موجود. تخوف من ايه؟ زي ما احنا مرينا بيه في الظروف اللي فاتت دي. وسام. نعم. مش مصاب؟ كان مصاب. الحل ايه؟ مفيش حل تاني. في نص حل. ان انا اجيب طاهر احط راس حربه، ان انا اجيب تاو احط راس حربه، ان انا اجيب الشحات احط، اجيب كهربا ومش في الفورمه. ف
فما فيش يعني بديل. طيب اذا اوجدنا البديل السوبر، نعم، وسام سليم وفي احسن حالاته، أيوه، هل هتغير طريقه اللعب؟ ده سؤال، ده سؤال. آه. اذا كان المدرب طوال سنتين فاتوا وهو بيلعب بثلاثي في المقدمه، جناحين، نعم، وراس حربه، نعم، انه بيلعب باثنين روس حربه، بتبقى امر يعني طارئ، نادر الحدوث، نادر الحدوث. نعم. وعندما يكون الفريق في موز في مأزق ومحتاج لكثافة عددية، فبيدفع بلاعيبة من نص الملعب لمركز رأس الحربة. نعم. لكن قناعاته هو كمدرب واضح ان هو مؤمن تماما بطريقة 4-3-3. نعم. بغض النظر عن تشكيل الثلاثة اللي، نعم، في نص الملعب ازاي، 4-3-1، 4-1، مش عارف ايه، نعم، بغض النظر عن انه ساعات بيدي حرية للشحات ان هو يخش تاني، نعم، او طاهر يخش تاني، نعم. لكن انت لو جبت راس حربة، وظيفته راس حربة، نعم، هل هيلعب باثنين راسين حربة؟ ولا انت هتضحي بوسام تخليه بقى ستاند باي برا؟ يبقى انت ما عملتش جديد، نعم، يبقى انت شلت اساسي وجبت اساسي. ايوه. إذا كنت هتجيب راس حربة تاني، يبقى لابد إنك أنت تفكر في حل من اتنين، يا تلعب باتنين روس حربة. وبطلت شوية في العالم كله؟ أكيد. نعم. ده تلعب باتنين راسين حربة، يا تلعب بواحد نص. أي. يعني واحد إيه؟ يعني واحد تحت واحد. اتنين راسين حربة. طب قولها لي بالأسماء كده؟ يعني تلعب مين مثلا؟ بمروان وتحتيه مين؟ أو أكرم وتحتيه مين؟ أو إمام؟ يعني وسام ده رقم واحد، خلاص، تمام، ما عندكش حل تاني. ماشي. اللي تحته مين بقى؟ ايوه. ممكن تجيب راس حربه. انا بحسب حضرتك بتتكلم على نص الملعب، انت بتتكلم على الاثنين اللي قدام. بتكلم على الاثنين اللي قدام. يعني واحد 9 واحد 10. لو جبنا راس حربه، ما نجيبش بقى راس حربه واضح. احنا هنجيب راس حربه ممكن يلعب نص متقدم. يعني ايه؟ يقدر يخش ويرجع عشان طريقه اللعب. نعم. او انك انت كمدرب تغير قناعتك. نعم. غير طريقة اللعب. من الصعب ان كولر يغير قناعته. فمن الصعب. انا بسألك انت لان حضرتك عشرته سنتين كاملين. لا، هو طول الفترة اللي فاتت، نعم، يعني ما لم يحدث ان هو دفع باثنين روس حرب. اللهم مع فيما بعض. نضر زي ما حضرتك قلت يعني. فيما يعني، نعم، لما نكون بقى المباراة مخنوقة، نعم، مش عارفين نجيب جول، في تقتل، في كذا، ممكن ساعتها يدي حرية للاعب في نص في راس حربة يوصل، نعم، لقدام. لكن عامة يعني المشكلة مش في راس الحربة، المشكلة لو أصيب وسام. هي دي صح. المشكلة صح. اللي عندنا. صح. لكن التدعيم، التدعيم يبقى تكلمني بقى على قلب الدفاع من ورا، لأن احنا دلوقتي عندنا اتنين. ياسر ورامي، بس معاك أشرف داري. مش شايفينه. ما عشان كان مصاب، لكن ده جاي من بريست الفرنسي ومنتخب المغرب. لازم نعمل ايه في الفترة اللي جاية؟ يبدأ ياخد. يبدأ يلعب. تمام. إذا كان سليم، نعم، وجاهز، يبدأ يديله. نعم. ممكن ما يكونش أول ماتش 100%، يكون 60، نعم، 50. نعم. يديله لغاية ما يظهر معدنه اللي إحنا جبناه وشفناه عليه. تمام. ما إحنا جبناه ليه؟ أيوه. جبناه عشان هو لعيب كويس. راجل لعيب منتخب مغرب وبيلعب في الدوري الفرنسي. لابد إنك، نعم، أنت تديله فرصة طالما إنك أنت شايفه سليم. نعم. الأندية دلوقتي يا كابتن أحمد لما بتتعاقد مع لعيب النهاردة بكرة بيلعب. نعم. مش محتاج طبعًا فترة تجانس. 48 ساعة بيلعب طبعا. ما عادتش موجودة نقول أصلهم مش متجانس. على ما يتأقلم. احنا على فكرة اسم كلمة مش متجانس دي حجة البليد. زي زمان كان عندنا أقول لك إيه، حمى البداية بتاخد لها ربع ساعة، وتلاقي فرقة بتجيب جون بعد 30 ثانية. ما فيش حاجة اسمها حمى البداية يعني. دخل في الفرقة خلاص، دخل في النسيج. ما عادش في حاجة اسمها أنا أجيب لعيب وأنزله بالتدريج. ما عادش في تدريج. أنا دافع فيك مبلغ وقدره، انزل يا سيدي اشتغل. نعم. انزل ورينا إمكانياتك. الكورة مش لوغاريتمات، الكورة مش صعبة. لما أجيب راس حربة أقول له العب تاني راس حربة، اتنين راسين حربة، هيفهموا الاتنين بعض. أقول لحضرتك قصة غريبة جدا حضرتني دلوقتي حضرتك بتحكي. النادي الاهلي كان جاب مجدي طلبه، كان اظن بيلعب في بلغارشيا، واحنا دايما كانت القائمه حضرتك سيدي اللي عارفين يعني القائمه كانت بتعلق، كان بيبقوا 16 لعيب 17 لعيب، كان 11 و5 احتياطي، يبقى معاهم جون زياده، وكان هولمان دايما ما بياخدش لعيبه زياده، يعني بيحط ايه اللي هو على القد يعني. فلقينا القائمه محطوطه ناقصه لاعب، كلنا استغربنا، احنا سامعين ان في تفاوض مع مجدي طلبه، لكنه ماتش كان يوم جمعه تقريبا يعني، والاربع بتعلن القائمه، وبنسافر الخميس على مدينه كان الماتش في المحله، فبنسافر على طنطا، بنبات في طنطا، وبعد كده بنطلع على راجل ما فيش يعني في ايه يعني مش عارف يعني، كنت كابتن تيم، فدخلت سالت كابتن ثابت البطل وكابتن اكرامي، وفي ايه يا جماعه؟
فثابت قال لي بس اصبر كده الدنيا ايه، بعدين في الاخر قال لي بص هو احتمال كبير مجدي طلبه يجي بكره. فانا قلت له بقى زي الناس كده، قلت له هيجي بكره ويلعب بعد بكره يا كابتن؟ قال لي يا سيدي هيبقى في القايمه موجود معانا. فجه الخميس وهولمان لعبه الجمعه وكان احد نجوم المباراه وكسبنا المباراه دي، ده حقيقي يعني. إذن نعم. اذا النظريه دي نظريه فاشله نعم. اساسا نعم. يعني انك انت ما تجيبش لعيب وياخد وقت عشان تمرينه واحده مع الفرق. يعني انت عارف انت ممكن تقول على المركز مثلا ايه لو قلب الدفاع شويه معاك عشان يتفاهم مع زميله اللي جاي، لانه ساعات بيبقى في واحد اشول وواحد ايمن، واحد حركته الجهد الشمال وواحد حركته جهد اليمين، فلازم الاثنين يتفاهموا مع بعض عشان نعم. يعملوها. او انك انت بتلعب بطريقه مثلا الثلاثه قلوب دفاع فدي الطريقه دي بتخلي قلب الدفاع في اوقات كتيره باك شمال مظبوط، او الباك الثاني بيبقى باك يمين نعم، فبيبقى حسب اتجاه الهجمه اللي جايه. دي مش من طرق كولر خالص دي بتحتاج لكن انا عشان اجيب راس حربه الميدان على طول لازم ينزل يلعب ووسام لازم ينزل يلعب، لان انا مش بحل مشكله وبعدين اعمل مشكله يعني واحد زائد واحد عشان يبقوا اثنين انما اضيف واحد واحنا لسه زي ما احنا 11 ما عملناش حاجه صحيح. وبالتالي فلازم كابتن الخطيب يقعد قعده طويله مع كولر يفهم ايه اللي في دماغه ويعرف إيه اللي ممكن يحصل، ايه لو جبنا لك راس حربه هتعمل ايه، لو جبنا لك لعيب مسمر هتعمل ايه. الاهلي في حاجه لكام لعيب لكام صفقه؟ هتختلف مني لحد تاني. انا بسال حضرتك انت، بسال خبير، بسال يعني حد كبير في كره يعني القدم يعني حد فني رائع يعني ب ب ب ب يعني مبدئيا يعني لما نيجي نتكلم عشان النادي الاهلي عنده سكواد كويس جدا. انت مقتنع ان سكواد النادي الاهلي كويس جدا؟ محتاج يعني شويه نظره مستقبليه. نعم النظره لا انا خلي بال حضرتك عشان اكون واضح جدا معاك انا عندي دوري ماشي متعادل ماتشين من اربعه، وعندي مباريات مهمه جدا، والدوري نظامه السنه دي صعب جدا ان هو هيخلص بسرعه، وعندي كمان 20 يوم بالتمام والكمال عندك فتح باب التسجيل، فانت بتتكلم على ماتشات صعبه في الدوري العام، ومش هتكون لعبت حوالي 8 ماتشات او 7 ماتشات، طبعا ماتشات تقريبا لحد اول يناير. فانا محتاج ايه في يناير؟ ده مهم جدا. ثم عندي كاس عالم للانديه في شهر 6، وعندي قيد يتم فتحه باستثناء خاص من الاتحاد الدولي لكل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه من 1 لـ10 يونيو. قول لي. طب نقسمها. من جهه البطوله المحليه انت محتاج راس حربه 100%. محتاج راس حربه. محتاج راس حربه، سواء كولر اقتنع باللعب باثنين او بواحد ونص او بواحد ويحط واحد ثاني بره، يبقى انا طبعا يعني كده انا خسران، لان انا بستثمر في الهوا. محتاج ان انا اشوف. انت متفق ان وسام ابو علي هو الراس الحربه الاساسي للنادي الاهلي اللي انا شايفه دلوقتي؟ تمام طبعا. هو حلو. افضل الناس الموجودين، بل كويس. من افضل المهاجمين الموجودين في مصر. نعم. اما نتكلم يعني الحمد لله ان عندنا راس حربه بهذا المستوى. حلو. وبالتالي فاحنا بننظر لما قد يحدث. نعم. لو زي ما مرينا في الفتره اللي فاتت اصابه. وبالتالي نضطر توظيف. نعم. هجيب مهندس اشغله دكتور وهجيب محاسب اشغله يعني مش شغلته. نعم. ممكن يؤدي لي 20-30% لكن مش هيؤدي لي الوظيفه، لانه كل لعيب له عدله. انت عارف ان احنا لما بنتكلم بلغه التدريب بيقول لك نعم مش عدلته. أيوة. مش عدلته مش مكانه، لا في حاجه اسمها عدله. انا مؤمن بان اي لعيب في اي فرقه ممكن يلعب في 10 مراكز كويس الا حارس المرمى. ماشي. تقول له باك يلعب، تقول له راس حربه يلعب، لكن بنسب نجاح بنسب متفاوضه مختلفه. فراس الحربه ده شيء اساسي سواء لطوارئ لاصابه وسام او للحاجه ملحه للعب براسين حربه. تمام. او نص راس حربه على الاقل. ماشي، واحد ونص. فكده اوكي. انا في حاجه الى محور دفاعي اضافي، ليه؟ لانه اللي عندي اللي انا بسميه انا من وجهه نظري ديفندر لعيب نص ملعب مدافع قوي. عندنا مروان بس ما بتحطش اكرم مع مروان؟ اكرم مش وظيفته نص الملعب اساسا. انا شايفه باك رايت احسن بكتير. ليه؟ لانه اكرم
رغم وجود مواصفات موجوده عنده، القتال والروح العاليه والقوه في الاداء، لكن طموحاته كتير. فساعات كتير لما بيستلم الكوره بتلاقيه بيتوغل للامام وبينسى مركزه وبيبقى تحت راس الحربه او راس الحربه. طيب بس انت في نفس الوقت عندك محمد هاني راجع بالسلامه، وعندك عمر كمال، والاثنين كل واحد منهم ظهير ايمن، والاثنين بسم الله ما شاء الله. فانت النهارده بتستفيد من اكرم في وسط الملعب. انت بتستفيد منه في نص الملعب. نعم. لكن مش وظيفته الاساسيه من وجهه نظري انا، مش وظيفته الاساسيه نص الملعب. هو جهه الظهير الايمن، بيعرف يراقب بشكل جيد، بيعرف يضغط على الجناح، بيعرف يستحوذ، لكن النص الاخير هو بيجتهد فيه. نعم. بيبقى عايز يحاور، بيبقى عايز يعمل وان تو، بيبقى عايز يرقص، بيبقى عايز يروح يشوط يجيب جول. مش مطلوب. نعم. مش مطلوب، مش وظيفته في الحته دي. نعم. لكن عامة اللعيب اللي عنده المرونة دي مفيد في حالة الطوارئ، يفيدك. محتاج قلب دفاع على الأقل، إلا إذا أعطى فرصة للاعبين اللي موجودين دلوقتي في المباريات القادمة وأثبتوا جدارة. اللاعبين بتتكلم على أشرف داري، يوسف أيمن؟ طبعا. نعم طبعا. أمال أنا جايبهم ليه؟ نعم لازم أشوفهم. نعم. حصل ظروف مصابين، أوكي. طيب إحنا دلوقتي الحالة إيه؟ كويسين، بحاله جيده. يبقى لازم يلعبوا. نعم. علشان اشوفهم، حتى لو على حساب ربيعه اللي هو في قمه مستواه. نعم. لازم ادي عشان احضر. نعم. للي جاي. لازم، مع ان ياسر كويس، لازم برضو احضر. فالفتره اللي جايه محتاجه جرأه من المدرب. لما هينزلوا اللعيبه دي مش هيبقوا في مستواهم العالي المعروف. ليه؟ لان بقى لهم فتره طويله، واللعيب كل ما بعد طبعا كل ما احتاج وقت اطول طبعا عشان يرجع تاني. خاصه انه ماتشات الدوري ما عادتش سهله يا كابتن احمد، ما عادش عندك خلص. مباراه سهله. كل الفرق دلوقتي متعادل مع الاتحاد ومتعادل مع البنك الاهلي ما شاء الله. نعم. مستواهم عالي، وانا هنا معاك، انا باشيد بمستوى المدربين المصريين اللي في الانديه المصريه. فعلا. عاملين شغل كويس جدا. نعم. جدا جدا. بنبارك للكابتن شوقي غريب، تولى اداره نادي غزل المحله مديرا فنيا، شكل جهازه، وبكره عامل مؤتمر صحفي بيعلن فيه التشكيل الجديد للجهاز الفني. واتكلمت مع الكابتن شوقي، هو الحقيقه بيجهز وهيضم عدد من اللاعبين، واشاد جدا جدا بالاستاذ وليد خليل رئيس الشركه. بيقول لي عقليه يا كابتن مش طبيعيه، راجل حاطط كل الامكانيات لخدمه نادي غزل المحله، صلح الارضيه بتاعت الاستاد بشكل غير عادي، وقعد معاه واداله صلاحيات كامله، وهو عمه كابتن عبد الرحيم خليل، ومعاه في اداره الكوره في الشركه ابن الكابتن عبد الرحيم خليل. يعني هم اسره الحقيقه، شغالين بشكل جيد، والمحله لن ينقذها سوى ابنائها. فوليد خليل كرئيس للشركه، وشوقي غريب يعود من جديد الى بلده والى مدينته المفضله والى ناديه، صاحب الفضل الكبير عليه نادي غزل المحله. واحنا كلنا بنحب شوقي غريب الحقيقه، تلاقينا وبنحب المحله وبنحب المحله. مش عايزه كلام، فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. على فكرة بمناسبة المحلة لها مكانة كبيرة عندنا. اشمعنى؟ لأن ما فيش ماتش محلة لو جبت فيه جول. أهلي ومحلة؟ والله. يعني يا سبحان الله. اسأل عبد الستار الله يصبره، كان كل ما يشوفني يقول لي يعني ما يرحمني مرة. على فكرة يعني شوقي مدرب مجتهد، مدرب عنده خبرات. أيوة. وإنسان يعني عنده فكرة عالية جدا. نعم. ومن ولاد المحلة، مكسب كبير للفريق. نعم. وإن شاء الله يعود بالمحلة يا رب، وفريق المحله الى عصرها الذهبي. الاسماعيلي لسه هسالك كتير على الاسماعيلي. والاتحاد لكن نرجع تاني للنادي الاهلي، هو الشغل الشاغل. حضرتك بتقول محتاجين واحد ورا في الديفنس، قلب دفاع، صح كده؟ تمام. محتاجين واحد في وسط الملعب ارتكاز، مظبوط كده؟ ومحتاجين راس حربه، صح؟ تمام. طيب خلاص ولا ومحتاجين نبيع حارس. نبيع حارس؟ أول مرة تسمع حاجة زي نبيع حارس دي. احنا الحمد لله لأول مرة يبقى عندنا تخمة في مركز الحراسة. طب خليني أسألك وتجاوبني بأمانة. نعم. في فترة التخطيط لما كان الكابتن محسن صالح متولي المسؤولية، كان دايما ومن قبل حضرتك ومن قبل حضرتك كمان بشوية، بس مع في فترة الكابتن محسن بالتحديد، كان دايما هناك طلب ملح، الأهلي في حاجة إلى حارس مرمى، الاهلي في حاجه الى حارس مرمى، الاهلي في حاجه الى حارس مرمى. فجاه كده اختفت ازمه حراس المرمى، لدرجه حضرتك بتقول دلوقتي انه الاهلي محتاج يبيع احد حراس المرمى؟ انا بقولها كده لانه افتخار بان احنا عندنا دلوقتي اربع حراس ما شاء الله، يعني ما عندناش اي مشكله في الحراسه.
ومش عشان انت ابو مصطفى. يعني ال 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 الولد ده اقنعني بتغيير نظريه كنت انا بعتقد فيها وكل الرياضيين بيعتقدوا فيها، انه اللاعب لما بيكون بعيد خصوصا حارس المرمى حساسيه ايديه بتبقى على الكوره مختلفه. ده صحيح، بتمسك الكوره بتحس انها سخنه. لما بتاخد قرار ممكن يتاخر اجزاء من الثانيه. فانا كنت بشفق عليه في مباريات بينزل فيها بعد غياب طويل وخلف حارس عملاق طبعا، لكن عنده يعني صفات اراديه مش موجوده. يعني الصفات الاراديه اللي بتكلم عنده الثبات والتصميم والإرادة والثقة في النفس، الحاجات دي موجودة فيه بطريقة غريبة. لما ينزل الملعب كأنه كان موجود في الماتشات اللي فاتت، وأدى أداء جيد جدا في كل الاختبارات اللي مر بيها. فأنا يعني سعيد أنه وجوده بيطمني، أنه سواء بيلعب ماتش وبيقعد ماتشين، سواء بيلعب ماتش وبيقعد ثلاثة، مش مشكلة. لكن يعني هل كنت من المؤيدين في البداية لضم حارس مرمى؟ خصوصا سمعنا عن أبو جبل وسمعنا عن بسام وسمعنا عن أسماء كثيرة، أرجوك تديني إجابة بصراحة. لا بسرعة، عايز تفكير عميق. ليه؟ لأنه ده قرار قلت بصراحة مش بسرعة. قرار سيادي وقرار خطير. فما اعرفش يعني هل ابقى انا يعني كسرت مبدا السريه في العمل. لو يعني لو مش عايز تجاوب احترم جدا جدا رغبه الضيف دايما. كابتن خطيب سالنا، نعم، فقلت له احنا عندنا احسن حراس مرمى، نعم، مش محتاجين حارس مرمى تاني. وطمنته ان احنا عندنا حراس مرمى كويسين، سواء علي لطفي لما كان موجود، او سواء مصطفى، او سباق مخلوف اللي موجود، حمزه القرآن. ما كانش فيه مخلوف. والخطيب خد الفكره وخد النصيحه حطها في دماغه يعني، واشتغل عليها واكتشف انه فعلا احنا ما عندناش، احنا ليه مرعوبين كده. اتضح انه يعني انه اللي كان قلقان جدا هو المدرب كولر. كان قلقان، نعم، طب هنعمل، لا محتاجين، احنا محتاجين حارس مرمى وبسرعه. ليه؟ لانه ما كانش ادى فرصه لسه لمصطفى عشان يشوف. كان بيدي لعلي لطفي، ما كانش بيدي لمصطفى الى ان غادر علي لطفي. فالخطيب الخطيب بلغه انه لا، احنا هنعتمد على اولادنا. والحمد لله انه القرار كان سليم. ايوه، ده كان قرار لجنه التخطيط. ده كان قرار لجنه التخطيط. سؤال مهم يا كابتن، خلينا نخرج شويه لانه الحوار ده تاريخي. تمام. انه في وجود اللجنه خمس سنوات حضرتك رئيس اللجنه، وزي ما قال فيصل في التقرير انت حققته، يعني النادي حقق انجازات غير عاديه، بطولات محليه، بطولات افريقيه، بطولات سوبر، يعني تالق في كاس العالم للانديه بشكل رائع. الناس ما كانتش تروح لكم ابدا مع اي انجاز، لكنه مع اي فشل لجنه التخطيط، درجه ان زكريا نصف مره كلمني قال لي طب يا سيدي ماشي، احنا وحشين، طب لما نكسب ليه ما يتقالش علينا ان احنا كويسين؟ كنت بتتعاملوا ازاي؟ يعني ترشحوا ازاي؟ بتتكلموا مع الراجل ازاي؟ بتتكلموا مع المجلس ازاي؟ ما ده مهم، الناس لازم تبقى عارفه يا كابتن محسن برضه. يعني الناس مسؤولياتكم، حدود مسؤولياتكم كانت ايه؟ هل فعلا كنتوا لجنه لكم صلاحيات ولا مالكوش صلاحيات ولا؟ احكي لي شويه. يعني الخطيب لما استدعاني في اللجنه، على فكره ما استدعانيش عشان انا صاحبه. لا طبعا، الخطيب يعني هو الراجل يعني يعني اضطر ان هو يعمل القرار. ليه؟ لانه كان الكابتن طه هو اللي كان رئيس اللجنه. مظبوط، ربنا يديله الصحه. الكابتن طه طلب ان هو يمشي عشان بيفضل انه يشتغل في التحليل وكده. فالكابتن كلمني، كابتن محمود كلمني قال احنا عايزينك كذا 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 كذا. فانت عارف احنا ما نقدرش لما يكون ولا نقدر نفتح بقنا. تعالى ما نقدرش، فرحانين جري كمان، روح جري، خصوصا لما يكون العرض مناسب لقدراتك. هو شاف قدراتي وشاف السي في بتاعي. فانا كلي في التخطيط، انا كلي في التدريب، انا كلي دراستي في المنطقه دي. انا كل خبراتي في الملاعب في المنطقه دي. فطلب مني ان انا اتعاون معاه في الحته دي، فطبعا حلو، وافقت، ولي الشرف ان انا اوافق. لكن يعني كون انه يعني عملنا يعني
في السر زي ما بيقولوا. نعم. أو غير منظور. أيوه. ده لا يقلل من قيمة اللجنة وعمل اللجنة. نعم. ومجهود اللجنة. لكن في نفس الوقت أنا عايز أقول لك حاجة يا أحمد. فهم. وأنا يعني أنا عايز يعني برضو ما كل ما يحصل إنجاز تبص تلاقي لست من هنا لهناك هم اللي شاركوا. لما تقول بطولة تقول لك المدرب ومساعد المدرب والمدلك والعامل والفلان والإداري واللي يعني. يا كابتن أحمد العملية بسيطة جدا. أنت لما تحط لائحة وتحط قائمة والعمل بيمشي بتبقى الموضوع موجود عند اللعيبة والمدرب. صحيح. بس لما تيجي تقول مين حق الإنجاز أنا شخصيا أقول لك المدرب واللعيبة. إحنا فين؟ إحنا بعيد. ما عندناش اي دور. احنا يعني بنخطط، احنا بنوفر، احنا بنقترح. لكن اللي في المعركه مين؟ مدرب واللاعب. صح. فدايما لما تيجي تتكلم كده تلاقي انه كل الناس بتخش في الطابور ده. نعم. لا مش انت. مش احنا. هو في مشرف على الكوره، هو اللي بيتابع 24 ساعه كابتن محمود الخطيب. كويس. ده يعني ناقص يعني ايه ينام في الملعب معاهم. نعم. آه في اي مشاكل بيجي يتكلم معنا، عندنا كذا كذا، بيسمع لنا، بياخد اللي بيقتنع بيه وبيتكلم مع المدرب، بيتناقش مع المدرب. اذا حصل تصادم ايوه واختلاف في وجهات النظر ما بين وجهه نظر اللجنه والمدرب، نعم، يبقى كلام المدرب هو اللي يمشي. حصل تصادم كتير؟ مش كتير. مش كتير. مش كتير. ومش في حاجات يعني مؤثرة كتير. بس حاجات يعني احنا كنا شايفينها هتأثر وأثرت بعد كده شوية. يعني قرارات، استغناءات عن لعيبة، يعني لنا وجهات نظر مختلفة. كان وجهة نظرك ايه في خروج ديانج وعبد القادر؟ زعلت. زعلت. انا زعلت. نعم. بصراحة. نعم. احنا مختلفين في وجهات النظر. نعم. لكن ده قرار المدرب. لو انا مدرب مكانه واتيحت لي ان انا هاخد قرار، هاخد قرار. سواء القرار ده يعني صح او غلط. نعم. لكن انا صاحب القرار وهو من حقه ان هو ياخد القرار. القرار. وبالتالي احنا من حقنا او من واجبنا ان احنا نقول. نعم. احنا بس في النهايه بينتصر راي المدرب. راي المدرب هو. نعم. اللي وحضرتك لو مدرب كنت هتبقى كده رايك ولا هينتصر؟ بتختلف من مدرب لمدرب. انا قصدي بس انا بتكلم على المبدا نفسه. المبدا نفسه. انه انا كمدرب لابد ان اكون صاحب القرار. نعم. طيب لكن في نقطه. اتفضل. يعني احنا عايزين لعيب. نعم. مش أيوة. لازم انت تكون صاحب القرار كمدرب. نعم. بعد اذنك. ايوه. يعني النادي بيعمل دراسه، بيعمل سكاوتنج، بيجيب لك ترشيحات. بنشوف، بندرس، وبعدين بنرشح لك واحد اثنين ثلاثة في المركز ده، واحد اثنين ثلاثة في المركز ده. تفضل حضرتك اتفرج وشوف وفكر وقول لنا. يقول انا عايز نمرة اثنين. ايوه. اتفضل نمرة اثنين. كويس. لكن ما يقولش لا مش عايز دول وانا هجيب واحد. هل ده حصل قبل كده؟ حصل. في مودست؟ في مودست. في مودست. حصل قبل كده. فانا مش مع ده، انا مش مع ده. وبالتالي يعني حاولنا وحاولنا وقعدنا كتير لغايه ما اقنعنا. اخذنا كتير، خدنا فتره طويله. متعب كولر؟ على متعب في حكايه ضم اللعيبه، في حكايه اختيار اللعيبه. هو انا عارف ان بيحب يتعرض عليه سفاهات كتيره جدا. هو صبور جدا. صبور. وبيسمع. وبيسمع. وبيشوف. وبيدرس. وبياخد وقت. وبعدين بيدي لك قرار. بيدي لك قرار. بيدي لك قرار. في قرار بتبقى مع او ضد. نعم. طالما هو خد قرار يبقى هو صاحب القرار. قضي الامر. نعم. احنا ما احنا الا يعني لنا النصح. نعم. احنا بننصح. في النهايه انت شايفين كذا، احنا شايفين كذا، احنا في نعم. ما قصرناش في حاجه. المشرف العام بيبقى موجود وشايف الكلام ده كله وبيبقى موافق عليه. نعم. يعني خلاص كذا كذا، متشكر جدا، عملتوا اللي عليكم يا جماعه. الراجل عايز يعمل واحد اثنين ثلاثه، حقه. خلاص حقه. نعم. ليه؟ لانه لو الفرقه اتهزت ولا وقعت مين مسؤول؟ اسهل حاجه المدرب يقولها مظبوط، دخلوا في شغلي. هم اللي جابوا. وده عمره ما حصل في النادي الاهلي. عمره ما حصل تدخل في عمل المدير الفني. عمره لا يوجد على الأطلاق. عشان كده انا بقول ايه. يا بخته ويا سعد ويا هناء اللي يدرب الاهلي ده يوم مناه. وانا سؤالي حلو قوي دي. حلو. كان لك كمان مقوله لما
انت كنت ناشط على تويتر، بطلت خالص؟ بطلت. ليه ده تويتر ده جميل؟ بطلت لانه اللي حسيت انه الموضوع انحرف عن المسار. يعني انا كنت بكتب حاجات فيها نقد وفيها حاجات يعني فيها روح رياضيه وجميله وناس كتير كانت مبسوطه منها، سواء من الاهلي او من الزمالك او الاسماعيلي او بورسعيد. فوجدت ان انا مثلا المصري مثلا او الاسماعيلي حقق فوز افريقي كذا كذا، فبشيد كذا وكذا وكذا، الاقي ناس ثانيه زعلانه، انت مش عايز، انت حنيت، انت مش فالكلام بيوجع. فانا قلت على ايه، انا قاعد يعني بكتب لنفسي وبكتب لناس بتبعت لي مبسوطه من الكلام اللي انا بقوله، لكن انا اذا كان الكلام ده يعني بيزعل حد لا لا، عايزينك ترجع تكتب تاني. انا بستمتع بالكتابه على تويتر. خلينا نروح لفاصل، نرجع نكمل هذا الحوار الممتع مع اللي منورنا ومشرفنا كابتن محسن صالح. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلينا نتكلم شويه يا كابتن في بكره بقى اللي هو بوتافوجو، ماتش صعب جدا. هقول لحضرتك بس، اكيد الناس عارفين، حضرتك عارف، نزلوا درجة تانية 2020، رجعوا 2022، فازوا هذا الموسم بكوبا ليبرتادوروس اللي هي بطولة أمريكا الجنوبية في النهائي على فريق برازيلي. النهارده خلصوا الدوري فارق 6 نقاط عن بالميراس اللي هو معاك في كأس العالم الأندية. عندهم مدرب برتغالي محترم، عندهم ملياردير أمريكي صاحب النادي، وبالتالي هو ده اللي نقل النادي النقلة الكبيرة دي. شايف الناس بتتعامل مع بطل الدوري البرازيلي وبطل أمريكا الجنوبية بما يستحقه من احترام، ولا ناس متخيله انه عشان احنا كنا كسبنا بالميراس زمان فالامر بقى بالنسبه لنا سهل ان احنا نكسب بوتافوجو؟ لا، هو الظاهره اللي واضحه دلوقتي انه البريق بتاع الكره البرازيليه نعم بينعكس من خلال المنتخب البرازيلي. نعم، فمنتخب البرازيل في السنوات السابقه ليس نعم في احسن حالاته. ده صحيح، وبالتالي ده انعكس على سمعه الانديه البرازيليه. نعم، وبالتالي فانا اعتقد انه التقييم بهذا الشكل تقييم خاطئ. لابد ان احنا ندرس يعني المنتخب البرازيلي. خسر 7 من منتخب نعم المانيا وفي نتائج كارثيه وبتاع، لكن نعم الكره البرازيليه تظل هي سيده الكره في العالم حتى الان. حتى الان، لانه الكره تطورت في العالم، اصبحت نعم بلاي ستيشن نعم، ما اصبحتش كره قدم. لكن المهارات الفرديه عايزها، عايز تشوفها تستمتع برازيل بيها، روح اتفرج على مباراه للدوري البرازيلي او لفرقه من الدوري البرازيلي. نعم، ما زال عندهم تلك اللمسات. ودول عندهم شراسه كمان، يعني بوتافوجو مع المهاره عنده شراسه غير عاديه. كانت عيب المنتخب البرازيلي والكره البرازيليه هي ضعف حراسه المرمى، انت فاكر؟ ما كانش حارس المرمى عندهم من النجوم نعم الكبيره. بالظبط. وكان عيوبهم ان هم بيهتموا بالجماليات اكتر ما بيهتموا بالموضوع نفسه. نعم، يعني ناس رايقه يرقص ويعمل والفرقه مثلا مغلوبه. لكن عملوا ايه؟ عملوا تزاوج يا كابتن احمد ما بين اللياقه البدنيه الاوروبيه والمهاره الفرديه البرازيليه. صح. وانشاوا لاعبين جدد بمواصفات جديده عندها القوه والسرعه واللياقه البدنيه العاليه والشراسه وعندها المهاره الفرديه، لكن دي اخذت منهم وقت، لكن هم راجعين ماشيين وعارفين طريقهم وهيرجعوا مره ثانيه يسودوا العالم. لانه على فكره هم سادوا بطولات كوبا ليبرتادوروس، يعني اخر 6 بطولات 4 فرق برازيليه او 5 فرق برازيليه واخدينها. فلامونجو واخد مرتين، بالميراس واخد مرتين، بوتافوجو النهارده واخد مره. فهم يعني عادوا اكتسحوا يعني امريكا الجنوبيه، واكيد زي ما حضرتك بتقول هيرجعوا على بطولات كاس العالم قريبا. يعني اكيد الفتره اللي نعم فاتت لاحظنا وتابعنا مدرب شاب فريق نعم برشلونه نعم بادائه المبهر عده سنوات بقياده نعم ميسي نعم، وبعدين اتجهنا الى مانشستر سيتي ايوه بالكره اللي هي انا بسميها التيكي تاكا والبلاي ستيشن جوارديولا. لكن يعني انا شخصيا كنت محب جدا للكره البرشلونيه لكن في الاخر ما عدتش بتفرج على برشلونه بقيت بتفرج على ريال مدريد، بتفرج على السيتي. ليه؟ لان حسيت ان انا بجزع. عارف كلمه بجزع لما تاكل حاجه حلوه زياده عن اللزوم. فالكره
اللي بتاعت برشلونة كانت بتجزع يعني، فيها فنيات وجماليات تخليك يعني عايز جول. دول بيقعدوا يعملوا حركات وونتو وكور بينيه وترقيص وبتاع، وبعدين لغايه ما يخش بالكره الجول. انا بالنسبه لي الكره متعتها في المحاولات، انك انت بتعمل اوفر بيدخل راس حربه مع قلب دفاع، بتبقى هنا معركه وبعدين بنشوف حاجه جديده. الكره بتاعت برشلونه بدات تنقرض، بدات تعود الى الوراء، بدات في السنين اللي فاتت الكره بتاعت مان سيتي هي اللي تسود، وفي الفترة الأخيرة بدأت كرة ريال مدريد هي اللي تظهر، لكن مش هتستمر الكرة بتاعت ريال مدريد مش هتستمر. اللي هيسود في المرحلة الجاية هي الكرة البرازيلية، هتعود مرة تانية، لأنه أنت وأنا والمشاهدين بيحبوا المهارات الفردية. تنبهنا أو تنبه الأهلاوية، تنبه الجمهور الأهلاوي، تنبه الناس اللي موجودين مسؤولين قبل المباراة بتفوجوا، لأن أنا خلاص أنا بتكلم في 5 أيام، تنبهنا أو تحذرنا من إيه وبإيه؟ إيه ولا إيه ولا إيه؟ كتير تحذيرات كتيرة. أنا عايز بس الناس تعرف أهمية المباراة، تحذيرات كتيرة جدا. يعني بنتكلم بالتحذيرات يبقى نتكلم عن الحذر. الحذر يعني لابد إن أنا يعني أكون أحسب حساب كل خطوة أخطوها، ما اتجهش للهجوم بعدد كبير من اللعيبة، لأنه هفتح مساحات والمساحات دي هتساعد على سيطرة الفريق البرازيلي. يبقى الحساب إن أنا بهاجم لما تكون معايا الكرة بعدد مناسب، والكرة لما تقول عدد مناسب يعني حامل الكرة مع 2 راسين حربة وواحد تحتيهم، دول يكفوا لتسجيل هدف. عمر ما كثرة المهاجمين تجيب أهداف، دي تعمل لك زحمة على فكرة. وبالتالي فالحرص واجب، الكرة السهلة انك انت تلعب للمجموعة، لان في لعيبة بيستغلوا المناسبات اللي زي دي وعايز بقى ايه يطلع اللي عنده، فتبص تلاقيه يطلع مهارات مش في وقتها، او ان هو يحاول يعمل لعبه مش في مكانها، وبالتالي يعني يتسبب في خطأ وفي هدف. عايزين نعلم اللعيبه ازاي يعني روح الصمود امام الضغط باستمرار، انك انت ازاي انك انت تصمد امام لعيبه يعني ما انتش عارف تستحوذ الكره منهم. يبقى لابد انك تعمل ايه، محاوله وتغطيه خلفيه. يبقى اللي بيخش وبيخش وراه واحد تاني بيغطي مكانه، وتلعب الكره السهله. وقبل كل ده لابد ان يكون في الفورمه، لازم يكون مستوى اللياقي بتاعي يعني عالي، لازم يكون مستوى الذهني تركيزي يكون عالي، لازم يكون طموحاتي تكون عالية عشان خاطر يبقى فيه هدف عايز أوصل له، مش مجرد أن أنا رايح أتصور وأغير الفانيلا. لا، إحنا تخطينا المرحلة دي يا كابتن أحمد، إحنا تخطينا مرحلة أنه الحصول على مركز ثالث أو مركز شرفي، أو إحنا المفروض نوصل أعلى من كده. طيب أنا برضو من الحاجات اللي ترددت في الفترة الأخيرة، الناس قالوا طيب ما انت يا عم ما تفكر في حمدي فتحي، ما تفكر في محمد عبد المنعم، ما تفكر في مصطفى محمد كراس حربه، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، تريزيجيه زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه. هل شايف ان ده ممكن يكون تفكير موجود عند اداره النادي الاهلي، ولا شايف ان ده مستحيل؟ يعني انا مش محتاج، مش مطلع على الافكار اللي موجوده دلوقتي، لانه تعرف يعني لجنه التخطيط كابتن مختار والرجاله اللي انا معاه. بسال على الجهاز الفني، انا مش عارف ايه اللي في العقل، لكن انا تعاملك مع كولر رايي الشخصي ان دول لن يصنعوا الفارق، لن يصنعوا الفارق. عبد المنعم وفتحي وتريزيجيه لن يصنعوا الفارق، لن يحملوا الفريق من مستوى لمستوى، لانه هم دول نفس المستوى اللي موجود. يعني احنا عندنا لعيبه كويسه، ما تجيبش بقى لعيب زي اللي عندي وتقول لي ده هيصنع لك الفارق. لا، انت زيك. يعني لما تيجي تكلم حمدي فتحي، مع احترامي لحمدي فتحي، يعني الراجل مكانه موجود اكتر من لاعب في النادي الاهلي بيقوم بنفس الدور. صحيح هو دلوقتي يعني في المنتخب بيستعملوه في ادوار تانية كقلب دفاع، لكن انا مش عارف انت بتجيب لاعب وسط وتلعبه قلب دفاع ليه؟ طب ما انت عندك قلوب دفاع. يبقى ليه انا اجيب واحد مش وظيفته قلب دفاع واحطه قلب دفاع؟ يعني دي افكار انا مش مؤمن بيها. لكن انا شايف انه يعني الاضافات دي لن تكون مؤثره.
طيب خليني اروح لكاس العالم للانديه، ولو اني بسبق ببعيد جدا جدا وسالت حضرتك فتحت كلامي مع حضرتك بموضوع كاس العالم للانديه، هل كاس العالم للانديه محتاج شغل من دلوقتي، ولا انا لو اشتغلت من دلوقتي على كاس العالم للانديه يبقى انا بضيع تركيزي في بطوله بعد 4 ايام وبطوله ثانيه مستمره اللي هي بطوله الدوري العام؟ دي الحنكه. 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 دي القياده الواعيه اللي لازم الفرقه ولعيبه ومدرب وقبل كل دول المشرف على الكرة كابتن محمود الخطيب لابد انه يتولى الملف ده ويتفرغ له تماما، لانه محتاج جهد ومحتاج شغل ومحتاج تفكير ومحتاج تحرك ومحتاج نصايح ومحتاج نظرة خارجية وتحرك سريع لأفضل العناصر، ومحتاج اتصالات. احنا عايزين نعمل غربلة في لجنة التعاقدات، غربلة، يحصل غربلة، أفكار جديدة، مش تقليل من اللي كان موجود أمير أو غيره، لكن في نفس الوقت أنت كل فترة لجنة محتاج تعاقدات. يعني هو ما هو أمير ما بيختارش، أمير بيكلف بإنهاء تعاقد، لكنه التعاقد بيبقى حضرتك كرئيس لجنة التخطيط أو الآن الكابتن مختار كرئيس لجنة التخطيط أو حد من الإدارة داخل النادي، وفي الاساس زي ما حضرتك قلت المدرب، فهو انا بتاع لجنه التعاقدات، انا مالي، انا ما عليا الا اني انهي التعاقد، ففي النهايه هو قرار فني للمدرب. ما اقصده انه في المراحل اللي تحتاج لتحرك وتواصل وتفاوض لابد ان يكون في الاسرع، الريتم الاسرع، لابد ان يكون في كفاءه عاليه تتولى المنصب ده، بحيث انه يعني لو عملنا السكاوتنج كابتن هاني اشتغل وجاب المعلومات وجبنا الاسامي والمدرب قعد واتفرج وقال ده، يبقى نتحرك. والتحرك ما ياخدش وقت طويل. ليه؟ لانه ما عندكش وقت، ما عندكش وقت انك انت تصبر وتستنى وتشوف. المشكله مش في التحرك يا كابتن احمد، المشكله في ضيق الوقت بالنسبه لك لانك انت مشغول. ما هو انت برضو يا كابتن بين نارين، يعني حضرتك وانا متفقين انك بين نارين، لازم تستعد كويس قوي لكاس العالم للانديه، لانه كاس عالم بجد الناس كلها هتتفرج عليه، 32 فريق اول مره في ثوبها الجديد، وفي نفس الوقت لازم ما تخسرش اللي معاك، لانه عندك بطوله بعد 4 ايام وعندك دوري وانت فاقد 4 نقاط في بطوله الدوري، في دوري سريع هيخلص السنه دي. ما هو ده انا اللي بسال حضرتك فيه، هقدر اظبطها ازاي، هقدر اوازنها ازاي؟ هي عملية مش سهلة اطلاقا. سهلة يعني، عملية صعبة جدا، لكن لابد انه يكون في اولويات، 1 2 3 4. انا من وجهة نظري الشخصية الاولويات دايما بطولة الدوري العام، بطولة الدوري دي اللي تهم الجمهور نمرة واحد. ماشي اوكي، احسن من كاس العالم للقارات، احسن مش عارف ايه. معلش معلش، كاس العالم للاندية معلش، الناس دلوقتي كلها، هنفتح لك اسئلة السوشيال ميديا هتلاقي كله دلوقتي يقول لك ازاي الكابتن محسن بيقول كده، كاس العالم الانديه وظهور الاهلي والمجموعه مناسبه والدنيا، واحنا مش هنروح ضيف شرف ومش هنرجع كده. احنا ما اتكلمناش وقلنا ضيف شرف، احنا بنتكلم على اولويات موجوده. انت دلوقتي في معركه، هتستمر فيها ولا انت هتاخد اللعيبه تقول لا دول نريحهم عشان ما يتعوروش ونكمل الدوري باي حد وتضحي ببطوله الدوري؟ انت التارجت الاول او الهدف الاول بالنسبه لك الفوز ببطوله الدوري العام، ده اهم حاجه موجوده، لانه ده اللي انت بتشتغل فيه دلوقتي، ده اللي في ايدك بتشتغل فيه، التاني لسه محتاج. حلم الناس ومباراه بوتافوجو البرازيلي يوم 14 نصف نهائي الانتر كونتيننتال، وفي حاله فوزك بتلعب النهائي وبتلعب مع ريال مدريد، تقدر تعمل معاه ايه؟ دي الطموحات اللي احنا بنتكلم فيها. احنا عندنا طموح ان احنا نفوز ونروح نلعب مع ريال مدريد. ما احنا لعبنا قبل كده على فكره. الناس المتخوفة من لقاءات الأهلي وريال مدريد والفرق الكبيرة دي، يعني ما احنا كنا قبل كده يعني لما لعبنا ريال مدريد وقبل الماتش قلنا هنشيل وهنعمل، واحد من أفضل المباريات اللي لعبناها، بس كنا بدلك في حالة طرد وحال حالة يعني الخمس دقايق الأخيرة هم اللي بقت النتيجة. نتائجك مع الفرق الكبيرة الأجنبية شكلها أنت تجيد في المباراة الكبرى. إذن النادي الأهلي في المباريات الكبيرة بيلبس طوب ريدي جديد، بيظهر بصوب جديد، ولم يخزننا في البطولات الكبيره. ممكن يخسر بس بيطلع باداء مشرف، بيطلع بخساره مشرفه، بيطلع بقطع،
لكن عودنا النادي الاهلي في اللقاءات الكبيره والبطولات الكبيره ان هو بيرتدي ثوب جديد، لان ده عيد، فبيبقى لابس بقى نعم. لبس العيد نعم. غير اللبس اللي هو بيلبسه هنا عندنا في الدوري نعم. او في الكاس او في الرابطه. وده السؤال، يعني انت ماتش العين ده يا كابتن واللي اتعمل فيه بملحمي، حاجه ملحميه جماهيريه اداريه فنيه كل حاجه كانت موجوده، بس هم دول اللي قدموا لنا التابلو الرائع ده واللوحه الجميله دي، هم برضو اللي بيضيعوا نقاط غريبه في مباراه سهله جدا يا كابتن. يعني لان الامور لها اسباب نعم. متعدده ومتفرقه ومتشعبه نعم. يعني لما تتكلم ممكن يكون المجموعه اللي بدات الماتش اللي هو حصل فيه نتيجه غير مرضيه مش جاهزه نعم. راي المدرب ان هو يدي فرصه لفلان 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 وما كانوش في الفورمه وما ادوش المطلوب. ممكن ظروف معاكسه حصلت، عندك لعيب اتعور قبل المباراه زي وسام مثلا خسرته نعم. ما عندكش اللعيب الجاهز اللي 100% يسد مكانه، عندك اصابتين ثلاثه في صفوف الفريق اثروا عليك وبالتالي النتائج بتتغير. على الروح بشكل عام خلينا نكون امنا، يعني الروح قدام العين قدام الزمالك في الشوط الاول في السوبر المصري ال 26 30 دقيقه قدام استاد ابيجان حاجه رائعه، نفس اللعيبه تقريبا بصرف النظر اتنين يغيبوا ثلاثه يغيبوا، لكن هم اللعيبه اللي بتيجي في مباراه محليه بتلاقي الروح انخفضت، بتلاقي الاصرار مش زي ما هو، تلاقي الفورمه مش زي ما هي، ما مش هتقدر لياقته البدنيه تنخفض في خلال 48 ساعه ولا 3 4 ايام. دي محتاجه يا كابتن احمد لاعداد نفسي خاص. احنا ما عندناش اعداد نفسي يعني على عندنا ابو الوفا لحد السنه اللي فاتت تمام. نعم انا مؤمن انه الاعداد النفسي لابد ان يقوم به المدرب او مدير الكره نعم الاثنين دول. ليه؟ لان دول الاقرب الى اللاعبين، وكلما كان المدرس نعم. المدرب دارس لعلم نفس رياضي يكون اقدر على الاقناع بالنسبه للاعب. لكن انا ما اجيبش دكتور نفس رياضي وعينه ولسه الموضه دي ما دخلتش عندنا. انا شخصيا جربت الموضوع ده نعم وانا في المنتخب جبت معد نفسي وانا فعلا. مؤمن وانا مؤمن انه لابد انه موجود علم معد نفسي. انت مؤمن وانا دارس دارس علم نفسي واخد شهادات فيه، ويعني اذا قلت لك انه علم التدريب في اعداد مهاري خططي ذهني نفسي بدني اهم عامل في دول الاعداد النفسي. لو انت عامل كل دول صح والاعداد النفسي بتاعك صفر او سيء ما تكسبش ما تلعبش، مستواك هيبقى سيء جدا. ليه؟ لانه في صفات اراديه هي اللي بتظهر، والصفات نعم. الاراديه دي هي اللي بتدي اشارات للمخ والمخ ده هو اللي بيدي للاعصاب عشان نعم. تتحرك نعم. تبص تلاقي اللعيب فريش وقراراته سليمه. المعد النفسي في المنتخب جبت ايه؟ ما نجحش معاك المعد النفسي في المنتخب؟ لا مش حكايه ما نجحش. انت عارف المسرحية لما الدكتور نفساني دخل وطلع هدومه مقطعه وشعره منكوش. يعني حسيت انه الراجل مسكين يا عيني طالع منكوش. بس تجربة في النادي الاهلي كانت رائعه يعني، ما اعرفش الوفا كانت رائعه الحقيقه، وكان علاقته باللعيبه اكتر من ممتازه. هي يعني محتاجه واحد يكون موجود. كلما كان المدرب دارس لهذا العلم وبيقوم به يكون افضل. ليه؟ لانه هو القريب من اللعيبه. طيب خلينا ناخد بعض اسئله السوشيال ميديا، لان عندنا اسئله كتيره دايما من الهاشتاج بتاعنا مع حارس الاهلي. شوف بعض الاسئله للكابتن محسن صلاح. يحيى صابر: كابتن محسن حياك الله، تذكر بدايتك في المصري ثم بعد 67 في لبنان ثم الاهلي وهدفك الرائع اعتقد في الاسماعيلي، انما قفز عبد العزيز عبد الشافي وترك لك الكره وسددتها في المرمى، نحن من جيل واحد لو عاد بك الزمان كم كنت ستطلب للتجديد. يا انت فاكر يا كابتن احمد، يعني احنا كنا بنشتغل حبا تقريبا طبعاً في النادي طبعاً. كنا بناخد مقابل وكان مقابل يعني بالنسبه لنا مرضي. لكن يا كابتن احمد كانت المشكله في ايه؟ في انك انت كنت بتلعب في زمن عايز تخلص عشان الوظيفه. نعم أيوة كنت طبعا. بتتعلم أيوة صحيح. عشان الوظيفه, الوظيفة فهمني نعم. لكن دلوقتي يعني انا اسالك سؤال يعني نعم. ما اعرفش انت حضرت الفتره دي ولا لا. قولي. وانت صغير كان ابوك بيسمح لك تلعب في الشارع؟ لا 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 ده كنا بنلعب سرقه. لا احنا بنلعب سرقه.
تمام. دلوقتي الاب والام اللي بياخدوا الولد عشان يلعبوه. دلوقتي الاب لو دخل لقى ابنه بيذاكر يقول له يا خايب وما لعبتوش. شفت المعايير اتغيرت ازاي؟ هي كده الدنيا بقت كده. طيب خلينا ناخد اللي بعديه. ايهاب جلال، اسم جميل. كابتن محسن كان عنده قميص دايما بيلبسه في مباراه الاسماعيلي، وحكى قصه القميص ده قبل كده انه حتى لما رماه عشان الجمهور كان عايز يلبسه على طول، واحد من الجماهير جابه قال له انا غسلت لك القميص، عايزين نعرف القميص ده فين يا كابتن محسن. اول مره اعرف القصه دي. حصل فعلا؟ حصل. حصل يعني كان قميص ابيض بنص كم وكده، لدرجه ان انا مره رحت الملعب ولبس قميص تاني. رجعوني. لا لا، ده ايام الاسماعيلي. رجعوني، وحتى في المصري كمان. في بورسعيد. رجعوني البيت عشان اغير القميص. بتتكلم جد؟ والله. فانا بصيت يا جماعه مش معقوله كل ماتش اطلع بنفس اللبس. لا، لازم تروح تغير. كمل بيه. رحت. المفاجاه بقى ايه يعني؟ زي ما مكتوب كده. فمره قلعت القميص، شديته كده بالزراير ورميته للجمهور. بعد يومين لقيت الراجل جايبه لي مكوي. يا عم انا خلصت. لا ما صدقنا، ارجع لك تاني. اللي بعديه. بس حلوه الذكريات دي يا كابتن محسن. اكيد طبعا. وجميل الناس متذكرها بالشكل الجميل ده. لا لا فاكرين. ومتعلقه بيها. بس اقول لك حاجه. القميص ده لسه عندي محتفظ بيه. بتتكلم جد؟ والله. الله لو نعرف كنا جبناه في الحلقه. اسلام محمد، مين افضل لاعب في الاهلي حاليا من وجهه نظرك كابتن محسن؟ والله كتير موجودين. كتير يعني. الشحات مستواه كويس، طاهر انطلاقه كويسه، قفشه بيمتعني بادائه، عاشور عنده حاجات كتيره بس عايزه تترتب شويه في اولويات، مروان قايم بدور كبير جدا، الثنائي المدافع اللي ورا ما شاء الله عليهم. يعني ربيعه بيأدي موسم من افضل المواسم، وياسر بدا يرجع تاني للفورمه. اكرم سواء باك او هاني او سواء ايا كان موجود في المكان بيأدي بشكل كويس. يعني عندنا مجموعه كتير. كويسه جدا. طيب ناخد اللي بعده. مهندس محمد علي، مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك كابتن محسن صالح، واحد من اساطير النادي الاهلي. سؤالي، امتى نشوف تدعيم منتظم لخطوط الاهلي من قطاع الناشئين بلاعبين على مستوى اهلهم للاعتماد في البطولات الكبيره وفي ازمات الاصابات المستمره نجوم الفريق؟ ده سؤال مهم يا كابتن، وانا الحقيقه ايه، انا كاتبه وعامل له كده دايره لوحده. ليه مفيش جراه في اعطاء الفرص للناشئين؟ ولما بندي الفرص الاولاد بينجحوا. يعني مثلا حضرتك كلمت على مصطفى شوبير، كلمت على كوكا، انا شايف الولد سمير محمد راس الحربه ده مشروع لعيب كويس جدا. عندنا حمزه عبد الكريم، عنده 16 سنه بس، لامين يامال احسن واحد في بطوله اوروبا. ما كانش تم 17 سنه تمهم في البطوله. بلال عطيه المهاجم اللي معاه هداف بطوله افريقيا، وغيرهم من اللاعبين. امتى قلبنا هيقوى ونقدر نطلع ناشئين؟ لانه حضرتك جيت من بره النادي الاهلي، لكن جيت وكان في الاهلي بيطلع ناشئين، كان محمود الخطيب نفسه ناشئ، كان اكرامي ناشئ، كان مصطفى يونس ناشئ، كان فتحي مبروك طالع من ناشئ النادي الاهلي، وكان تقريبا كله يعني حضرتك، وكان كابتن جمال عبد العظيم، كان شطه، وكان طاهر الشيخ، وجه مختار. مظبوط كده. والباقيين من ناشئ النادي الاهلي. الزمن غير الزمن، متفق معاك بنسبه 1000%. لكن وانت رئيس لجنه التخطيط وانت موجود دلوقتي متابع، انت عارف حضرتك بتتابع كل حاجه، الا يوجد ناشئين؟ يعني مفيش ناس تستاهل انها تلعب فريق اول، ولا هو الخوف من رده فعل الجمهور لو ما وفقوش؟ لا، هو الجواب شقين. يلا. الشق الاول انك انت يعني غيرت طريقه الاختيار من الصغر. الاول كنا بنعتمد على ايه؟ على مواهب في الشوارع. مظبوط. وفي الساحات الشعبية والدورات الرمضانية وما إلى ذلك. فبقيت دلوقتي بتعتمد على الأكاديميات، والأكاديميات في لعيبة صغيرة موهوبة أهليهم ما عندهمش فلوس إن هم يعملوا اشتراك فيه، وبالتالي فالمواهب دي بتنقرض، بتروح تاني. تمام؟ لا، سيبنا من ده. أنا بتكلم في قطاع وعندي لعيبة، ما أنا طلعت وضربت لك أمثلة موجودة. أنا بتكلم على النادي الأهلي، وفي أندية تانية هتلاقي ناس كتير كويس. أنا طلع لك. بس انا بادئ من تحت. طلع لك. انا لعبت 16 سنه. حلو قوي. الخطيب لعب 16 سنه. مظبوط. كرامي لعب 16 سنه. كرامي لعب 16 سنه.
لابد من وجود جرأة عند المدرب. أي المدرب لابد يكون جريء. يعني احمد فتحي ده كان عندي بقى لعيب صغير في الاسماعيليه 17 سنه محمد عبد الله ينزل مفيش مشكله محمد صبحي انزل 17 سنه محمد محسن ابو جريش انزل 16 18 يعني سنه. لابد ان يكون المدرب جريء. لكن دلوقتي المدرب بيخاف. معظم المدربين للاسف بيخاف. يقول لك انا طب انا هجيب لعيب ناشئ انزله واسيب لعيب كبير قاعد بره هيعمل لي مشكله، او هشتري لعيب ولا هشتري طب لا انا مالا انا بفرض خسرت هيمشوني. فبيخاف على الوظيفه، بيخاف على الكرسي. ما عادش في جرأة عند المدرب. اللي كان اسمه فريق التلامذه، يعني في وقت كان فريق التلامذه، كان الالفا الشربيني والباقي كلهم ولاد صغيرين يا كابتن. صدقني السبب الاول هو خوف المدربين. وشايف معاهم حق في الخوف؟ شايف ايه؟ انه يبقى معاه حق، انه يبقى خايف. لا لا المدرب لابد ان هو يكون عنده عين ثاقبه. يعني بيبص لقدام. حضرتك قلت هيمشي، فانت شايف لو خسر هيمشي. لا الجمهور ما بيستحملش. انت شايف انه اللاعب ده موهوب محتاج ياخد فرص وينزل وهيلعب وهيجيد. فاهمني؟ ما تخافش. حكم ضميرك. ادي الولد فرصه. حتى لو مشيت يا اخي. ما انت هتمشي عشان خاطر عملت حاجه وحشه، انت عملت حاجه كويسه. المدرب التاني بيشتري 10 12 لعيبه يا كابتن. مع انه عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا اتذكر ايام فريق الاحلام في الزمالك، انا كنت بلعب ساعتها وحصلت حاله كده من القلق عندنا في النادي. وانا رهنت قلت لهم يا جماعه حد جاب 16 لعيب، ازاي هيتولفوا وازاي هيلعبوا وازاي والقصه و وساعتها احنا عملنا احلى دوري وكسبنا احلى دوري واغلى دوري وخدناه قبلها بمراحل رغم الشراء ده، واتكررت التجربه. ولما النادي الاهلي عمل نفس التجربه دي خسر بس بعدد اللعيبه الكبار. دايما الميكس يا كابتن مهم. وانا كمان كل مره يعني ولد زي زياد طارق ده كان طالع في الاهلي طالع من افضل ما يكون من اجمل ما يكون، ما بلاقهوش، ما بلاقهوش حتى في الدوري الممتاز لانه كان يعني متنظم على النادي الاهلي، متسيستم على النادي الاهلي. وبعض اللعيبه في انديه كتير جدا يعني. راح فين؟ راح شويه سموحه وراح شويه مش عارف ام بي وهكذا، لكنه لعيب كوره. وكتير من لعيبه الكوره الحقيقه كابتن افتقدناهم، حتى اللعيبه المحترفين بعض اللي انت بتجيبهم برضو. ده قرار مدرب. نعم. يعني زياد ده نشي قبل 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 ما كولر يجي. قرار مدرب. نعم. اللي قبل كولر قرار مدرب. يعني يفضل ميكاسوني عن زياد. تخيل. لا اللي هفضل مكسوني عن سفيان رحيمي. طب. بلاش عن زياد، عن سفيان رحيمي. طب. انا عايز اسالك انت تعاملت مع موسيماني وتعاملت مع كولر. تمام. الفارق. الفارق ما ينفعش اتكلم بصراحه قوي. بلاش بصراحه قوي. قول كده وانا استنتج. يعني التقييم يعني بيبقى صعب شويه. لكن ما فيش مدرب بدون سلبيات واخطاء. اكيد. تمام. ده عنده سلبيات. نعم. وده عنده سلبيات، لكن كولر مخلص في شغله. و موسيماني كان تورست. تورست معظم وقته اجازات، كل اجازه واجازه تلاقي بينها اجازه، كل اجازه واجازه تلاقي بينها اجازه. بس مره سالته قلت له طيب انت بتاخد اجازه ليه؟ قال لي عشان الماتشات كتيرة وضغط ومش عارف ايه وكده. قلت له طيب في عندك لعيبة ما بتلعبش تاخد اجازة ليه؟ قال لي لا اللعيبة دي كلها جاهزة. قلت له طيب الاجهزة مش عايز اقول اسمها ايه يعني. نعم. جي بي اس والبتاع والحاجات دي شبه البتاع ده. نعم. قلت له بتدي لك قراءات سليمة؟ قال لي قلت له السليم وبيلعب زي اللي قاعد ما بيلعبش. قال لا. قلت له حاجه من اتنين، يا اما الاجهزه دي بايظه يا اما اللي بيقرا ما بيعرفش يقرا. لان مش ممكن لعيب ما بيلعبش وتيجي تقيس له يطلع قياساته زي لعيب اللي بيلعب، يبقى في حاجه هنا مش قام رجع قال لي لا اصل دي حته بقى نفسيه عشان اللعيب لما يحس ان هو يعني ما بيلعبش وما بياخدش اجازه
فبيجي لك يعني مكشر وزعلان. بس جماهير الاهلي متدين بالفضل لموسيماني انه اعاد لك بطوله افريقيا بعد غياب سنوات، منها بطوله القاضيه على حساب الزمالك، البطوله اللي بعدها على حساب كايزر تشيفز اللي لم تخن الذاكره، فاز بالسوبر، فاز بكاس مصر، فاز بعدد كبير جدا من البطولات، وكتير جدا بيقولوا انه مدرب تكتيكي واعي وشاطر وحاذق يعني، وانه كان ليه دور كبير جدا في انتصارات النادي الاهلي. اكيد طبعا اكيد. نعم. حقق بطولات وكده، لكن في 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 نفس الوقت عندك محمد يوسف حقق بطولات، حسام البدر حقق بطولات، زيزو حقق بطولات، فتحي مبروك حقق بطولات، شوقي غريب، انور سلامه، كل المدربين حققوا بطولات. نعم. فاهمني؟ يعني عايز اقوله ايه؟ انه تاني هتخلينا اقولها، يا بخته يا سعده يا هنا. نعم. النادي الاهلي يخلي اي حد ياخد بطوله يا كابتن احمد. نعم صحيح. يعني المدرب اللي بيجي بيلاقي لبن العصفور. بس يقول لك انت كان بقالك 7 سنين ما خدتش بطوله افريقيا وخدتها معايا. طب خدتها معاك ده حظك انك انت بقى خدتها معاك، انت حظك. طب بعد كده عملت ايه؟ شغلي مش حظي. طب بعد كده عملت ايه؟ طيب انا احكم عليك بشغلك معايا وشغلك بره. نعم. او شغلك في اي مكان. نعم. راح مع احترامي ليه يعني. هل حقق انجازات؟ هو وغيره على فكره. نعم. مش بتكلم على موسيماني بس. نعم. كل المدربين اللي جم النادي الاهلي لما طلعوا من النادي الاهلي ما عملوش انجازات. نعم. مش بس المدربين. نعم. حتى اللاعبين. نعم. وكان المجموعه دي بتلبس لبس السوبرمان في النادي لما بيخشوا في النادي الاهلي، ولما بيقلعوه يطلعوا بره بيبقوا اقل من العادي. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا الممتع مع كابتن محسن صالح. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. طيب خليني اسالك عن توقعاتك للاهلي هذا الموسم. الاهلي حامل لقب افريقيا، حامل لقب الدوري العام، لم يشارك في بطوله كاس مصر، حامل لقب السوبر المصري اللي افتتح بيه الموسم. جماهير الاهلي ما نقدرش نقول غير انها قلقانه شويه، تحديات كتيره، تتكلم في الانتر كونتيننتال، تتكلم في كاس العالم للانديه بعد اقل من 6 شهور، لان انت في شهر يونيو المقبل. فالامر برضو جماهير الاهلي دايما يا كابتن عندها طموحات، ما بتشبعش بطولات طبعا، عايزه تصل. يقول لك انا حلمي كاس العالم، هو حلم مشروع وطموح مشروع. هل انت قلقان على النادي الاهلي ولا شايف ان الامور بتسير في الاتجاه الصحيح؟ القلق شيء طبيعي ماشي، ولابد منه ماشي. يعني وانا موجود في اللجنه يعني كنت قلق في كل مباراه، كان انا اللي بدير المباراه يعني. نعم. ودلوقتي انا بره اللجنه وانا برضو بشعر بنفس الشعور يعني. طبعا. فالقلق موجود عند كل محب، وبالتالي فاعتقد انه قلق مشروع. ولكن هناك مؤشرات تقول انه في حاجه ل شوية شوائب كده محتاجة انها تتزال، زي او بعض المشاكل تحتاج زي الى حلول، زي يعني عملية اللاعبين اللي كانوا مؤثرين وبعدين طلعوا بره التشكيل واصبحوا غير مؤثرين بدون اسباب واضحة. نعم. فدي بتأثر على مستوى الفريق. يمكن مستر كولر له تفكير انه هو بيعد، بيدور، بيعمل روتيشن، بيعمل ماشي. انت ما جيت تكلمني على الكوره قلت لي الكوره مخلص. مخلص. مخلص في شغله. لما بيكون يعني على راس العمل بتاعه مخلص في شغله. نعم. وان كنت انا باخد عليه شويه برضه في موضوع الاجازات الفتره الاخيره شويه. زياده. نعم. لكن بيدرس، بيقرا، بيشوف الشرايط، بيسمع للناس اللي هم المحللين اللي معاه. نعم. المعلومات بتقول ان هو بيسمع لسامي امصان وبيستشيره. نعم ده صحيح. نعم. ومتواجد على راس عمله بشكل جيد. محترم وظيفته، محترم الناس اللي بيشتغلوا معاه، محترم الاعلام، بيتعامل مع كل الناس بروح رياضيه عاليه جدا. الاهلي عنده كاس؟ لا ما عندوش كاس. الاهلي عنده دوري، عنده كاس تحدي، عنده كاس رابطه، عنده افريقيا. هل الاهلي قادر انه يجمع من الاربع بطولات؟ كاس العالم هنقول صعب شويه عشان نكون امنا. تمام تمام.
البطولات يعني اذا كانت المواعيد مناسبه ما يتضغطش النادي الاهلي. نعم. ليه؟ لانه النادي الاهلي يعني في السنه اللي فاتت واللي قبلها كان بيتضغط وكان بيطلب تاجيل بعض المباريات. نعم. وبعدين تكتلت المباريات واصبحت مشكله. السنه دي مش هينفع ناجل مباريات لانه لما خلاص الوقت. نعم. والحمد لله الدوري خلاص يعني انت في 9 جولات اتشالوا. كويس. يعني هو محتاج ان هو يعني يعمل توليفه كويسه لكل ماتش. انت من المدربين المؤمنين بالروتيشن بتغيير اللعيبه كتير؟ ولا تثبيت 14 15 لعيب تلعب بيهم على طول؟ كل العالم فيه تثبيت. كل العالم فيه تثبيت. يا كابتن محمد عايز اقول لك حاجه كده. لو اتفرجت على مدرب وشفته لعب النهارده بفريق والماتش اللي جاي لعب بفريق تاني والماتش اللي بعديه لعب بفريق تالت فحاجه من اتنين. يا اما كل اللاعبين اللي عنده مستوى واحد وامتياز يا اما هو مجامل. مجامل. عايز يجامل اللعيبه. عايز يجامل ده ويجامل ده ويجامل ده ويجامل ده. ده زعلان، ده مقموص، ده مكشر، ده عامل نفسه متعور، ده مش عارف ايه، فيقول ايه يعني خليني ادل ده عشان خاطر يعني اشيل من على كتفي مشكله. يعني ودي على فكره عند مدربين كتير. يعني انا فاكر هديكوتي لما كان مدرب كنا 9 في نص الملعب موجودين. فكان يعني زي ما يكون بيفرح لما يلاقي حد مصاب عشان يقعد ده وينزل ده، لدرجه انه مره في التمرين شطها ناموسه قرصته. أيوه. فبيهرش في رجله. آه. فشافه هيدوكوتي فجاله قال له في حاجه في رجلك؟ قال له لا لا ده انا بهرش. قال له لا لا في حاجه تاع يا دكتور خد اتعالج هناك. بقى شطه شايلينه بره ويقول له ناموسه. لا بس هيدوكوتي ده كان سهل. جاملت في شغلك؟ جاملت وانت مدرب؟ لا وقفت مع لعيبه. وقفت في مع مين؟ في حاجة مين اسمها في حاجة اسمها وقفت وفي حاجة اسمها يعني جملت. وقفت مع يعني في 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 لعيبة. يعني أنا فاكر إنه عبد الحميد بسيوني كنت أنا بعت بموافقتي، أنا بعت أوتاكا اللي هو هداف الدوري والكاس وكده. يا نهار أبيض. أنا اللي وافقت. أنت خدت الدوري بأوتاكا؟ لا بتهزر؟ ولا بخالد بيبو. ياه. أيوه خدت بيهم كاس. خدت بيهم الكاس. ما خدتش بيهم. يعني انت خدت الدوري بعد ما اوتاكا كان مشي من كان الاسماعيلي؟ مشي. ليه؟ الله يرحمه اسماعيل عثمان وابراهيم عثمان جه كلمني. قال لي احنا عندنا ازمه في النادي، ازمه ماليه. والولد جاي فلوس كويسه من فرنسا. جاي له فلوس كان اول في السد القطري. اوكي. جاي له فلوس كذا كذا ومش عايز يمشي. مش عايز يمشي؟ مش عايز يمشي. فاحنا ايه رايك؟ قلت لهم والله انا مع الكيان. نعم. مصلحه الكيان فين؟ المدرب لابد انه يكون يمشي كويس. معه. فانا مؤمن ان هو يمشي عشان نجيب فلوس عشان نقدر ان احنا ايه نصرف على الفريق. فقعدت مع الولد كلمت معاه الوضع كذا 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 كذا. قال لي لا انا عايز اروح اوروبا. اوكي. فقلت له يا ابني انت لسه محتاج وقت عشان تروح اوروبا. في عندك نواقص كتيره. فقال لي لا انا هداف الدوري هداف الكاس. قلت له طيب بكره الصبح تنزل للملعب. جه الصبح وجبت الولد صبحي وجبت حد يرفع كور وحطيت له كوره على خط 18 كده. قلت له انا هقف ورا الجول وهشاور لك على الزاويه وانت تشوط فيها. حلو. فبقيت اقف اشاور له دي يشوط اوت. دي في العارضه. دي جول. دي اوت. دي في العارضه. دي اوت. دي في العارضه. حوالي 15 كوره تقريبا. تعالى. كم كوره جول؟ 5. من 15. قلت له كويس. اوفر من اليمين اوفر من الشمال بالهيد كام؟ 3 من 12. 4 من 15. جبته. قلت له ايه رايك؟ قال لي اي ام فيري باد. هو اللي بيقول لك. قال لي اي ام فيري باد. انا وحش جدا. بليز يعني مرني زياده. وكنت انزله مرني زياده. وبالتالي قلت له بقى اقبل العقد ده. خد قرشين كويسين امن نفسك وامن بيتك وامن اهلك وبعد كده اطلع على اوروبا. الدوري القطري متشاف من قطر تروح على اوروبا. نعم. عمل كده. تمام. ومشي. طب بقيت انا دلوقتي عايز راس حربة. محتاج راس حربة. انا اعرف ان بسيوني راس حربة في الزمالك ما بيلعبش.
حاطينه على الخط ما بيلعبش. فصادف ان انا اتقابلت معاه فبتكلم معاه، اخبارك يا ابني ما بتلعبش ليه؟ قال لي ما انت عارف يعني يا كابتن انا ماليش مكان في الفريق وكده. طيب ايه تحب تيجي عندنا؟ قال لي يا ريت يا كابتن. قلت له كلام صحيح؟ قال له. فكلمت اسماعيل عثمان قلت له من فضلك في اتنين لعيبه انا عايزهم، عمرو فهيم و وكنت مكلم عمرو برضه كان على الدكه في الزمالك برضه كان كان على الدكه. كلمت اسماعيل عثمان ووفر لي المبلغ. وقبل ما ندفع الزمالك طلب رضا سيكا من عند ربنا بقى. حلو قوي. فقلت لابراهيم عثمان ان دول يعني ايه، تروح تكلم معاهم ادوهم ده وهات لنا الاثنين دول. وهات لنا على الاقل نص مليون كمان. خدنا نص مليون وخدنا الاثنين لعيبه دول وخدت الدوري. وخدت الدوري بدون اوتاكا وبدون خالد بيبو، لان خالد بيبو كان برضه مشي جال نادي الاهلي ساعتها لو انت فاكر، لانه كان عقده ما فيهوش شرط جزائي. ليه ما فيهوش شرط جزائي؟ لانه كان في يعني قفله بينه وبين الاداره مظبوط وكانوا يفضلوا ان هو يعني يستغنوا عنه. فلما جه النادي الاهلي طبعا بقى بعد كده ربنا اداله يعني لكن دول اكتر اتنين لعيبه وقفت معاهم، عبد الحميد باسوني وعمرو فهيم. انا وقفت مع كل اللعيبه اللي اشتغلوا معايا وكانوا دايما يعني اقول لهم حط في بيتك لوحه كده اكتب مع محسن صالح تربح دائما. لا والله ايوه يعني واللعيبه اللي كلها اللي اشتغلوا معايا يعني ما شاء الله كلهم بركات. عايزك تحكي لي شو عن بركات. بركات اهو القميص اهو صح. جبناهولك اهو ازاي ده؟ اهو القميص اهو صح. أيوة هو ده؟ هو دي كانوا هاند كده ابو قميص اهو. طيب احكي لي عن بركات شويه. بركات معايا من وهو في منتخب شباب، كنت انا ماسك منتخب شباب زمان كويس، فكان معايا. وبعدين جاله كسر مضاعف وهو في السكه الحديد مظبوط، حتى النادي الاهلي كان عايز يشتريه وهو صغير ب 130 الف جنيه انا فاكر. انا ومحمد رمضان كنا بنلعب فريق اول وطالعين من النادي، وكان السكه الحديد ناشئين بيلعبوا مع الاهلي ناشئين، فاحنا مش انت عارف حضرتك الباب الكبير ده كده فبتمشي تبص منه. فرمضان راح موقفني قال لي اقف، لم اكن مخطئا يعني، قال لي تتفرج على الولد ده كان اتصاب ورجع. يا رب بس ما كنتش التواريخ مش مظبطه معايا. المهم قال لي ده لعيب، ده لعيب ما حصلش، محمد بركات ده لعيب ما حصلش، كان حاجه غير عاديه، كان بيلعب النادي الاهلي لوحده. وفاكر ساعتها الله يرحمه كابتن مصطفى حسين كان هيتجنن عليه من السكه الحديد، وكان مهندس ابو العلا فرحات كان ماسك ورفض انه يبيعه للنادي الاهلي زي حضرتك بتقول، كان بمبلغ رهيب جدا على سعر لعيب وهو مصاب والاهلي طلب وهو مصاب، وفعلا ما رضوش يبيعوه. انا فاكر ساعتها لفت بقى الدنيا واتساب وتعالج وعماد سليمان، عماد سليمان مسك مدير كوره في النادي الاسماعيلي، فصادف ان احنا اتقابلنا مع صديق اسماعيلاوي يعني. نعم. فبيقول لي ايه رايك؟ انا ما كنتش في اسماعيليه لسه. عايز لعيب بس قالوا لي مكسور وكده. قلت له مين؟ قال لي محمد بركات. قلت له يا ابني مكسور بقاله سنه وتعالج، انت خده واعمل له فتره اعداد كويسه، ده هيشيل لك الفرقه بتاعتك. روح اتعامل باي مبلغ. قال لي ده رغم الاصابه دي؟ قلت له رغم الاصابه دي. فراح اتعاقد معاه واشتغل في اسماعيليه. لكن مستواه في اسماعيليه ساعتها قبل ما اروح ما كانش ملالع قوي. لما انا رحت هناك في اسماعيليه عرفت اتعامل معاه. بركات لو لعبته باك يديلك احسن مستوى، احسن من الباك الاساسي. هاف رايت احسن من الاساسي، وينج رايت احسن من الاساسي، تحت راس الحربه احسن من الاساسي. جوكر فظيع، لعيب موهبه مش طبيعيه. وغير كده كمان يعني في التمرين مريح، نعم لذيذ. انت عارف التمرين لازم يكون فيه يعني شويه فرفشه طبعًا. شويه لا هو عسل. هو كان حكايه يعني. اللي عايز احكي لك حكايه عنه لو في وقت طبعا. معدي كده انت عارف الاسماعيليه في موتيل عندهم وده من اسباب طبعًا. نجاح النادي يعني فانا من عادتي اروح الصبح او امشي بالليل تقريبا مقيم. فانا ماشي فلقيت على السلم بتاع الفندق
لعيب قاعد كده حزين يعني. فبقول له مالك يا ابني في ايه؟ ما فيش. تعالى انت اسمك ايه؟ قال لي يا كابتن انت ما تعرفنيش. قلت له لا عارفك بس عايزك تقول لي اسمك لان ما بتخيلش بيك. قال لي انا سيد معوض. سيد معوض. سيد معوض. قلت له ايه مشكلتك؟ قال لي يا كابتن من ساعه ما حضرتك جيت انا ما بلعبش وما ماليش دور وبتاع وانا بتمرن بتاع. قلت له انا ما شفتكش انا في التمرين ما شفتكش، ما شفتش حد بيرقص بيعمل اوفر بيعمل بتاع، ما شفتكش. الفت نظري عشان اشوفك. حلو. لما اشوفك اقدر اقيمك، لكن انت بتنزل بتتمرن وبتطلع من غير ما تعمل حاجه ايجابيه يعني. نعم. فالمهم نزل حطيته تحت عيني تمرين اثنين ثلاثه، لقيت عنده حاجات كويسه جدا. فكان بيلعب باك شمال ساعتها حمام ابراهيم. حمام طبعا. كان لعيب كبير قوي. قوي. فعملت ماتش ودي وجبت حمام، قلت له في الولد ده هيلعب وراك. حلو. لكن انا عايزك تتعاون معاه تطلعه وترجع مكانه. هو يرجع انت تطلع تعملوا دويتو مع بعض. جابها. فعملوا شغل ما حصلش. الماتش اللي بعديه قمت زي حمام بقى هاف شمال. ايوه. وحاطط باك شمال. مفيش يعني على نهايه الموسم مرتبه زاد 18 ضعف. سيد معوض. سيد معوض. والله العظيم. 18 ضعف. يعني مش عايز اقول لك الرقم لكن بقول لك 18 ضعف. وانطلق سيد معوض طلع حاجات يعني انا اعتقد انه سيد من احسن اظهره طبعا طبعا. فاكر الجيل يعني لما اجي اقول لك تشكيله الاسماعيلي فاكرها؟ طبعا طبعا طبعا. يعني طبعا كان في البرازي المغربي وبعدين طلع قرار بالاستغناء عن حراس الاجانب. فقلت قمت مطلع محمد صبحي كان عنده 17 سنه تقريبا. نعم. يعني على فكره قعد 10 ماتشات ما يدخلش فيه جول. ايوه عمل ريكورد ساعتها. وبعدين السويركي كمان كان في اسلام. وجبت تحتي احمد فتحي جبته تحتي. وكان رضا سيكا. وايمن رجب. ايمن رمضان. ايمن رمضان الله يرحمه. ايمن. نعم. رجب كان كان. نعم. كان مشي. أيمن وبقى رمضان. حمام وبعدين سيد معوض. نعم. كان في سعد عبد الباقي. حاجه سلام. يا سلام. حاجه. نعم. كبيره عظيمه. سلام. جدا يا سلام. وكان بركات. وطلعت حمص. حمص محمد حمص. آه. وكان راس الحربه اوتاكا. ومحمد ابو جريشه كان بيفكر يبطل. محمد صلاح. محمد صلاح. آه. قعدنا وكلمنا وعملنا حلول لكل بتاع ورجع تاني محمد وصلاح يعني. ايه رجع لمستواه اللي كان موجود. أيوة. وطلعنا بقى محمد محسن ابو جريشه. أيوة. واحمد ايمن فتحي. واحمد فتحي ومحمد عبد الله حسني عبد ربه. وحسني عبد ربه. نعم. وفوزي عبد الفضيل شريف عبد شريف الفضيل, عبد الفضيل. ناس كتيره يعني كانت. نعم. موجوده. ليه؟ لانه انا كنت بنزل باستمرار اشوف فرق الناشئين. كنت بتتفرج عليهم. اتفرج عليهم. آه. وبعدين اتفقت مع الكابتن علي ابو جريش الله يديله الصحه والعافيه. قلت له انا عايزك كل اسبوع تطلع لي 5 لعيبه. ياه. يتمرنوا مع الفريق. ده احسن 5 موجودين. نعم. فيطلع 5 افرزهم. يصفصفوا على واحد. واحد يقعد والباقي ينزل. الاسبوع اللي بعده الاسبوع اللي بعده الاسبوع اللي بعده لغايه ما بقى عندي ثروه من اللاعبين الناشئين. هو للاسف يعني بعد ما انا مشيت افتكروا انه في تحت كنز. لكن هي مش كنز. هي عين مدرب. عين انت وكان معاك كابتن علي. فانتوا الاثنين متعاونين بشكل وعين. احنا اتكلمنا من شويه ايه. نعم. جرأة المدرب. مظبوط. لابد ان تكون مدرب جريء. هل توقعت انك ممكن تاخد الدوري مع الاسماعيلي؟ يعني هقول لك انا رحت الاسماعيلي 99. ايوه. من النادي المصري. نعم. فكنت جايب مع النصر مع المصري ثالث دوري. والدور قبل النهائي في البطوله الافريقيه. نعم. خسرت من افريقيا اظن. التونسي. وبعدين. نعم. يعني حصل خلاف بينه وبين الاداره فتركت. نعم. فبعدها باسبوعين المهندس هاني ابو ريده كلمني في التليفون. احنا في صداقه وبلديات في كلام ان حضرتك في اللجنه الفنيه الجديده لاتحاد الكوره كابتن حسن شحاته كابتن حلمي طولان كابتن حسن فريد. لسه طالع في القاهره 24 من شويه. لا ما حدش بلغني بحاجه. ما حدش بلغني. فالمهم كابتن هاني كلمني رحت له البيت لقيت عنده مهندس ابراهيم عثمان مهندس ابراهيم عثمان وسياده الوزير عبد المنعم عماره. نعم.
خير ان شاء الله مش عارف ايه، فقالوا لي احنا عايزينك تمسك الاسماعيلي. فما بيني وبينك الفريق الوحيد اللي كان بفكر فيه ممكن امسكه هو ده. فقلت لهم موافق بس على شد. قلت له انا اعرف المهندس ابراهيم صدامي شويه، حامي شويه كده، وبيدخل جميل. بيشتم اللعيبه وبتاع مش عارف ايه جميل. فاديني خصوصيتي، ايوه اديني صلاحياتي بس، وبعد كده اطلع معاك المكتب نتخانق نعمل ماشي. اي حاجه بس مش قال لي خلاص خدها انت مسؤول انت اللي قدامي انت ماشي قدامي مش عارف. طيب ايه الفلوس؟ قلت له ما بتكلمش بفلوس. انا عادي جدا يعني، انا مش جاي عشان فلوس. وبعدين بدات اشتغل. اللي فادني في الفتره دي يا كابتن احمد انه كان في توقف في الدوري بين الدور الاول والدور الثاني، كان في فتره فعملت فيها فتره اداء حلو، وكتبت سيرك الدراويش سيعود كده. كانت دي تصريحات، لان انا كنت مؤمن بالعده اللي معايا، عارف انها تقدر تطلع. بدانا نشتغل الدور الثاني كله، اشتغلناه خسرنا نقطة واحدة. نقطة واحدة. نقطة واحدة، وخدنا كأس مصر. الدور السنة اللي بعدها وصلنا نهائي أفريقيا وخسرنا بالهدف الاعتباري. السنة الثالثة أخذنا دوري بدون هزيمة. بدون هزيمة طبعًا. في دول الثلاث سنين اللي أنا، وبعدها جات لي تعليمات إن أنا أطلع على المنتخب الأول. 4-4 أهلي وإسماعيلي، مباراة تاريخية. ما اعتقدش ان الكرة المصرية هتشوف كرة اجمل من المباراة دي فعلا، ما شفتش لا قبلها ولا بعدها. انا كل اللي اذكره انه يعني كان الاسماعيلي بيتقدم والاهلي يتعادل، الاسماعيلي يتقدم 1-1-1 2-2 1-2-2 3-3-2 ثم 3-3 وبعدين الاهلي اخر دقيقتين ثلاثة طق راح ضارب جول بقى، طب النتيجة 4-3 الاهلي فاز بالدوري. وطبعا انت عارف كان يومها من حظي انه الماتش ده جاء بعد ماتش 6-1 اهلي وزمالك، فالاستاد احمر على الاخر وجايين يحتفلوا ببطوله الدوري. انا بيني وبينك يعني معلم اللعيبه ومعودهم على اسلوب لعب معين. زي التيكي تاكا كده. انا ما احبش التطفيش والتشليت وبتاع، يعني دايما كنا اخر التمرين نعمل التمرينات دي كده. فلما جاء الجون الرابع 4-4 بص اتكلم حضرتك عادي معايا. بص ده ده بركات ووراه مين؟ وائل جمعه. في زوال ولا مين؟ وائل وكان هادي اظن معاه في الحته دي. في لقطه زي دي في لقطه زي دي بالظبط يا كابتن احمد. في ماتش الاسماعيلي والزمالك. نفس ايوه مظبوط، هي هي نفس اللقطه. ليه؟ لان هي نفس الجمله. نفس التمرين. مظبوط. ده 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 التعادل بتاع بتاع بلال. كان ماتش يعني ماتش عظيم، من اجمل الماتشات دي. عمرو فهيم حاجه يعني ما شاء الله، يعني ابو جريشه اهو كمان، ابو جريشه يعني رجع شباب، راس حربه كان راس حربه تحفه. محمد صلاح ابو جريشه كان فنان وكابتن محترم وفنان كانوا ثلاثه موهوبين يا كابتن احمد، محمد ابو جريشه وحازم امام وابراهيم المصري. ثلاثه موهوبين كانوا في الكره المصريه. الاجوان قريبه كمان من بعض، هنا ضربه راس هنا ضربه راس، هنا كره جوه المنطقه جوه محمد فاروق النادي الاهلي. لا مباراه، لا ماتش رهيب يعني. هنا بس 4-3 ومعناه انه الاهلي بيفوز ببطوله الدوري العام والمباراه بتنتهي والوقت بدل الضايع خلاص، وضربه جزاء ده اسلام من بلال برضه. بلال برضه لا كان حته هداف. انا اللي حصل يا كابتن احمد بعد الهدف الرابع للاهلي يعني ما انفعلتش، وانا طول المباراه ما كنتش منفعل يعني فاهم، ف يعني شاورت للعيبه بايديا اهدوا اهدى الدقيقه كام؟ الدقيقه 43 تقريبا. قلت له اهدى 40 ونلعب لعبنا اللي هو ايه التحضير. 49 ده عطيه، عطيه صبر، عطيه صبر. نعم. فاللعيبه ده عاده الفرق في الماتشات اللي زي دي والنتيجه كده بتعمل ايه؟ بتعلق الكوره بقى وبتاع مش عارف ايه. فقلت لهم لا العب لعبك. فالهدف الرابع مش عارف شادي شالها من على الخط بايده، شادي محمد اظن يعني ده ممكن يشوط يروح عاملها لزمير، ده ممكن يشوط يروح عاملها لزمير. غريبه جدا لو كان عندنا من اوله لان ده التمرين دي الجمله اللي كانوا دايما بيتمرنوا، ورغم انه مغلوبين والوقت تقريبا كانت اخر هجمه في المباراه ومفيش يعني تخيل اعصابك انت في الملعب ده وتدخل ويحصل. ربنا كان رايد يعني الحمد لله، لانه
السنه دي فعلا تعبنا، بذلنا مجهود كبير وتعبنا فيه. طيب انا عشان الحوار معاك ممتع ومش عايز يخلص بصراحه يا كابتن محسن، وانا مستمتع، يا رب يكون الساده المشاهدين مستمتعين زينا. ما اقدرش امشي محسن لوز اللقب جت ازاي؟ محسن لوز الله يرحمه ونجيب المستكاوي، الله، كان دايما يحط القاب كده للعيبه، أيوة. المجري اللي كذا اللي كذا يعني، الخطير الخطير، نعم. وناسس، كل نعم. لاعب كان له لقب عنده، فاطلق عليا لقب محسن لوز. محسن لوز ليه؟ لان كان بيقول لك بيحط لك الباصه مقشره، لوزه مقشره، لوزه مصطفى عبده يعني. فاختار لوز مصطفى عبده كابتن من غير ما هنا عايز اقول لكم يا جماعه، ده الجهاز هدي كوتي وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه، كابتن فتحي نصير، حازم خالد ما كانش في الجهاز، حازم كان لعيب كرة، كان لعيب ولا كان لعيب؟ كان لعيب وكابتن محسن صالح. دي اول سنه تدريبيه ليك، دي لما بطلت هدي كوتي عشان يوافق، قال لي لازم تشتغل معايا في الجهاز. اشتغلت مساعد ودربتني بقى كحراس مرمى، اشتغلت مساعد واشتغلت معاك واشتغلت مع عملت الاكاديميه في الكوره تحت، ومسكت فرقه طاهر ابو زيد وكل ده كل ده وانت مع كنت بدخل النادي الاهلي الساعه 8 الصبح، اطلع الساعه 8 بالليل. والله ده جهاز جميل. هنا بقى احتفاليه بالدوري، احتفاليه بقى انا طبعا الصوره لانها مش باينه لي قوي، بس انا في اللي هناك على هذه يعني بعد شط اول واحد اهو، اول واحد شطه فتحي مبروك، بعدين فتحي مبروك، حمدي جمعة، في واحد في النص، وانا حمدي جمعه وحضرتك محمود حمدي المدلك، نبيل البحطيطي، فتحي نصير، سالم اللي تحت ابو شنب ده، جمال عبد الحميد، الحاج حليمه، مجدي عبد الغني، معرفش محمد عامر ولا مين كان جه ولا لا، بس عامر غالبا، هدي كوتي مش شايف اللي وراه، هدي كوتي مش عارف اللي وراه، ده احمد سقراط اللي على شمال هدي كوتي، اكرامي، مصطفى يونس، لا ده حمدي جمعه اللي هنا ده الخطيب، انا ما عرفتش ده كان اسمه محمد، ده كان بيشتغل في المهمات اللي انا قلت عليها، حمدي جمعه في الاول، كابتن خطيب، ما اعرفش مين، عشان دكتور ده ابو نضاره اسمه ايه، دكتور سيد سالم، وبعدين عم عبده البقال، عم عبده البقال اللي بيبصص للكابتن الخطيب ده، الثلاثه دول ما اعرفهمش، الصغير دول طبعا صغيرين دول ما اعرفهمش، اول واحد قاعد ده ما اعرفش ده حارس مرمى ولا ايه مش عارف، فوزي سكوتي، خالد جد الله، مصطفى عبده، وانا قلت مصطفى يونس، ماهر همام، عم فاروق زكي عليه رحمه الله، كابتن مدحت رمضان، جمال الجندي عليه رحمه الله، حازم خالد. فاكر انا شويه، انا فاكرهم ما شاء الله عليك، فاكر شويه بس انا بغلط فيهم، كان فيهم جمهور بعضا من الجماهير. هنا ده بقى جيل يا جماعه، جيل عظيم. نبدا وقوفا، كابتن محسن صالح، كابتن فتحي مبروك، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، كابتن طاهر الشيخ، كابتن الخطيب، كابتن شطه، كابتن ثابت البطل، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حسن حمدي، كابتن احمد عبد الباقي. قول لي، علق لي على الصوره دي، ما ينفعش اعديها وتقول لي دور صالح سليم في وجودك في النادي الاهلي مهم قوي. والله يا كابتن احمد، يعني ده احلى جيل انا لعبت معاه كوره، دول واكثر جيل تعايشت معاهم. احنا كنا بنقعد في النادي، بنخش كنا يعني الصبح عندنا كليه ودراسه وبعدين حضرتك تربيه رياضيه، انا خليك تربيه رياضيه، وبنيجي نتجمع في النادي ميعاد التمرين الساعه 3، انت عارف ما كانش فيه تمرينات مسائيه وكده، بنقعد كلنا مع بعض من 11 الصبح من 11 لدرجه ان ساعات ايه مثلا الهديكوتي يكون جاي بيعمل اي حاجه ويقعد يلاقينا موجودين، يقول له كله موجود، نقول له يلا ما تيجي نعمل تمرين، يقول يلا نروح على التمرين، اللي يرفع واللي يشوط. كان جميل هديكوتي يا كابتن، كان راجل يعني انا بعتبره يعني احسن مدرب دخل النادي الاهلي في تاريخه. عمل شغل غير الناس كلها مشيت وراه، يعني على السريع اقول لك، هو اللي عمل تمرين كل يوم، كان ثلاث ايام، هو اللي عمل تمرينتين في اليوم، ما كانش بتحصل، هو اللي عمل الاحماء مش اقل من نص ساعه قبل المباراه، وهو اللي طور طريقه اللعب من 4-2-4 ل 4-3-3 ثم 4-4-2، هو اللي عملها، هو اللي اخترع الديفندر، شطه وبعدين مجدي عبد الغني، هو اللي اخترعهم، هو اللي اخترع الزون ديفنس، الزون ديفنس اهلي وزمالك جنن الناس ساعتها، يعني والديفندر اول مره كان يعملها شطه مع فاروق جعفر. بالظبط، عمل تطوير في الكره المصريه غير
غير طبيعي وعنده ذكاء غير طبيعي وعنده ذاكره غير طبيعيه. يعني انا فاكر مره بنلعب مع الاسماعيلي وما كانش يعني كنا في المركز الثاني ورايحين نلعب في اسماعيليه. شطه ما كانش بيلعب اساسي في الفريق. لقيت القايمه نزلت اللي انت قلت عليها 16 دول ومكتوب عبد المنعم شطه. فرحت للهيدكوت قلت له انت غلطان في شطه مكتوب غلط. انا محط موجود. قلت له شطه هيلعب انت في التمرين ما بتلعبوش. قال لي لا انا حاطه موجود. موجود في قلت له ليه؟ قال لي وهيلعب. قلت له هيلعب ماتش؟ قال لي هيلعب بس. طب ليه؟ قال لي في اسماعيليه في عندهم لعيب اسمر دريبلينج مهاري عالي سوبر. اسمه قلت له دابو. قال لي دابو. امين دابو. قال لي دابو يا ابن الايه. قال لي شطه هيلعب مع دابو. مان تو مان عنده القوه وعنده الجلد وعنده الرشاقه وعنده المرونه هيوقف ده مين دابو. هم هيخسروا احسن واحد واحنا هنخسر شطه. والله يا كابتن احمد انا فاكر الماتش ده اول ماتش نلعب فيه الزون. الزون مظبوط من نص الملعب. نفضل واقفين. نعم. هم يلعبوا الكوره باص. نعم. باص ما حدش يتحرك قدام الزمالك. حسن حمدي يقول اطلع يبقى كلنا والكوره في نص المسافه. نعم. نروح هجمين. محسن يروح على الراي اليمين ومختار يروح على الشمال تبقى اوفر في ال 18. نعم. ونرجع تاني. نعم. شطه مع دابو كان ايامها الملاعب بتدهن بالجير. ايوه مظبوط. طبعا. فدابو ياخد شطه على الجنب ويروح عامل له الحلزونه دي. شطه يجري كده. وبعدين يبص دابو يلاقيه بقى قدامه تاني. يروح مرقصه. يروح داخل بين رجليه يروح واقعين على الخط الجير يطلعوا بيض هم. مسرحيه. وفي كوره اضغط خدنا كوره جريت على الراية لعبتها بالعرض. دخل طاهر دخل الخطيب معاها. انا مش عارف لغايه دلوقتي مين اللي جاب الجول. طاهر ولا الخطيب. كسبنا واحد. وركبنا الدوري وخدنا الدوري واول مره نلعب الزون ديفنس وما خسرناش دوري ولا مره مع هديكوتي خالص. صالح سليم مع محسن صالح يا حبيبي ده. انا كنت احبه قوي الراجل ده. يعني من اسباب ان انا جيت النادي الاهلي انا كنت في جامعه بيروت. ايوه بعد تلعب ساعتها في النجمه في نادي النجمه. نعم. بعد ما خلصنا الجامعه المدرسه بورسعيد الثانويه. نعم. رحت كليه الطيران. سنه كام؟ 67. نعم. رحت كليه الطيران. ياه. عديت كل الكشوفات. وبعد ما خلصت قالوا بقى باقي كشف الهيئه. نعم. والمقابله الاخيره دي. أي. فرحت قالوا لي مش هتنفع تدخل. وقفت بقيت زعلان يعني. قالوا لي لا اوراقك كلها كويسه بس انت اصلا ما انتش مصري 100%. دي قصه هنحكيها دلوقتي. انت ابوك فرنساوي. اهو. ده الوالد يا كابتن؟ ده الوالد على الشمال ودي والدتي في النص. مين أنا فرنساوي؟ أنا ده الباسبور الفرنساوي. الباسبور الفرنساوي بتاع الوالد؟ بتاع العيله. بتاع العيله. ما احنا وحضرتك فيهم؟ انا هو اول واحد على اليمين اللي واقف ده ودول اخواتي يعني سعيد وماجدة وراويه وصالح. حضرتك كنت فرنسي الجنسيه؟ كنت لغايه 56. والله؟ ده عشان كانوا متواجدين في بورسعيد؟ كان والدي كان بيشتغل في هيئه قناه السويس. فكان مقيم في بورسعيد. وبعدين ما اعرفش ازاي شاف الوالده الله اعلم. الوالده مصريه. الوالده مصريه. بورسعيديه. فاتجوزوا وقعدنا ست سنين يعني فرنساوي. 56. في مدارس فرنساوي وفي كل حاجه يعني. برلين فرنسي. برلين. في البومبسير. مدارس البومبسير. وبعدين راح بعد ال 56 وقرار مغادرة الأجانب وتأميم قناة السويس وما تبعها من قرارات. فهو قرر أنه ما يرجعش. ما يرجعش مصر. الحكومة الفرنسية رحلت الناس كلها. هو رفض يرجع. رفض يرجع فرنسا. رفض يرجع. أوكي. قال لا أنا حاقعد. حاقعد في مصر. فراح قدم على الجنسية المصرية وادوا له الجنسية المصرية. خد الجنسية المصرية. ونزلت في الأهرام في والله. وقائع وكل حاجه وبتاع. ده سر اول مره يكشف يا كابتن. يعني الجواز ده اول مره يطلع صح؟ ما هو يعني انت عارف الحاجات دي يعني. دي ضرتني اكتر ما فادتني. ليه؟ ليه؟ لانه لما دخلت الكليه الحربيه كليه الطيران قدمت
ونجحت وخلاص يعني. فعمل التحريات قال لك لا انت ابوك كان اصلا فرنسي. بس رجعت فادتك بعد كده انك بقيت واحد من اهم واشهر المدربين يعني. انتقلت لبنان امتى؟ رحت لبنان بعد الثانويه العامه. كويس. ليه؟ لانه خلاص الباب الكليه بتاع الطيران قفل يعني. فجالي عقد في نادي التضامن الكويتي. ايوه. فروحت هناك انت كنت بتلعب في المصري ساعتها يا كابتن محسن؟ كنت في المصري في المصري. كويس. وطلعت على نادي التضامن. والكره متوقفه في مصر؟ الكره كان خلاص النشاط كله متوقف يعني. رحت على التضامن الكويتي. رحت التضامن الكويتي وبعدين انتسبت في جامعه بيروت، لكن قالوا لابد ان يكون عندك ايه اقامه. ايوه. في بيروت وكده. أيوه. فروحت هناك عشان اشوف ايه الموضوع. عرفت انه الكابتن عادل هيكل الله يرحمه كان المشرف كان ماسك جامعه بيروت. في الجامعه. مظبوط. فروحت له بقى تعرفت عليه وبتاع فلان وفلان اهلا بيك مش عارف ايه. قلت له انا الموضوع كذا كذا كذا. قال لي طيب خلاص انا هكلم مدير الجامعه مصري يعني يسهل لنا الامور ده. انت اخبارك ايه وبتلعب هنا ولا بتاع؟ قلت له لا انا لسه يعني جاي انا بلعب في الكويت. قال لي طب ما تلعب هنا في لبنان. قلت له لا انا مش عايز العب هنا. انا بلعب محترف بره وكده. قال لي طيب خلاص انا همشي الاجراءات. بعد يومين كلمني قال لي انا عايزك وكده. رحت له قلت له قال لي عندك رغبه تروح النادي الاهلي؟ فانا اتصدمت بيني وبينك يعني. ليه؟ لان انا كنت مشيت في السكه بتاعت فرنسا خلاص. ايوه. جالي والله جالي السمسار. رايح تلعب في فرنسا خلاص. جالي السمسار. نعم. ميسيو قعوار انا فاكر. فاكر اسمه وكده. وكنت يعني كنت خلاص انا دخلت نادي النجمه. لعبت مع نادي النجمه. بس حطيت شرط في العقد بتاعي. يعني تعرف في نجمه هناك والانديه اللي بره عشان تمضي بتاخد فلوس طبعا. فالراجل مستر غندور رئيس النادي راجل شخصيه معروفه عظيم. فقال لي بيتفاوض معايا عايز كام؟ قلت له انا مش عايز فلوس. امال؟ قال لي يعني غريبه اول مره لعيب يجي يقول مش عايز فلوس. قلت له انا مش عايز فلوس انا عايز بس الاستغنى تبقى في جيبي وقت ما اقول لك متشكر امشي تقول لي امشي. ليه؟ قال لي قلت له لان انا بلعب في الكويت والدوري هناك يعني صغير. أي. فانا اروح العب الدوري هناك وبعد ما اخلص ارجع لك تاني فلازم الاستغنى تبقى معايا وانا كويس. مش عايز فلوس عايز سكن بوكيت موني بس هل. اللي انا عايزه كده بتاع. وقتها عادل هيكل بعد جاب الكابتن صالح جابوا لبنان جابوا جاء قعد معايا وكده واخبارك وبتاع. فقال لي يا محسن انت بتحب النادي الاهلي؟ قلت له طبعا كان انا اهلاوي انا اهلاوي من زمان. قال لي تحب تلعب في الاهلي؟ فانا بصيت كده قلت له ده حلم. قلت له حلم بالنسبه لي. قال لي يعني انت عندك الرغبه وكده؟ قلت له عندي الرغبه بس عندي تخوف يعني. قال لي من ايه؟ قلت له يعني لعيبه كتيره نجوم كتيره بتيجي عندكم وبتبطل. ايوه. لمعي ومش عارف حسن جبر سمير زاهر نعم لعيبه كتيره وبتبطل كوره يعني. قال لي دول بيبطلوا لانه زي ما احنا بنقول الفانيلا تقيله. ايوه. فما بيقدرش يتعايش مع الاجواء اللي في النادي الاهلي واللي في القاهره بيجي من الاقاليم وبيتوه. فاللي بيتوه ما بيعرفش ايش معنى. خلاص صح. فانت من النوع اللي بيتوه يبقى احنا مش عايزينك كده على طول. قلت له لا وانا جاي. حلو. قال لي خلاص. قلت له خلاص ابعت لك عبد البقال يخلص لك كل حاجه وجرب لك لبنان. وجا خلصني وخدت بعده وجيت على النادي الاهلي. كانت 69؟ كانت 69. 69 لك على حد سنه كام؟ كانت يعني ايه يعني دي التحويله بقى من فرنسا للنادي الاهلي. فلما جيت النادي الاهلي حصل ان انا كنت طالب يحولني من جامعه بيروت لكليه التربيه الرياضيه. لان ده مجال اللي انا بفكر فيه. فالموضوع يعني طول شويه. ليه؟ لان انا كنت ثانويه عامه قديم. ومفيش تنسيق ومفيش رحنا لوكيل وزاره رحنا للوزير. مفيش. وبعدين في الاخر قالوا ايه يعني ناجل شويه والدوري دخل 73 وشغلانه. يعني فالمهم خلصت الفيلم ده ودخلت كليه التربيه الرياضيه. وكملت في الكليه وخدت الحمد لله الشهاده بتاعتي وحطيت لنفسي كده بلان امشي عليه. يعني انا سنه يعني بعد 4 سنين اخلص كليه التربيه الرياضيه بلعب في النادي الاهلي سنه 26 عندي 26 سنه اتجوز 28 سنه ابطل كوره واتجه للتدريب. وبطلت فعلا 28 سنه؟ 28 بس بطلت بالاصابه. لكن بطلت 28 كان ممكن العب شويه. بس انا كنت التدريب بالنسبه لي كان كنت هوايتك من زمان هوايه يعني شغلانه. ف
فخلصت السكه دي لغايه ما بطلت ودخلت بقى الجهاز بعدها. طيب خلينا نختم باقر واعترف. جاهز؟ لازم لازم اقر واعترف. برضه اسئله صعبه برضه؟ لا 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 في المنهج. اقر واعترف مع كابتن محسن صقر. كابتن محسن صالح، تقر وتعترف ان سبب رحيلك من لجنه التخطيط هو عدم النجاح في المهمه او عدم تقديم اي اضافه؟ والله الناس بتقيم الانسان بالانجازات اللي بتحصل. نعم. فالفتره اللي انا كنت موجود فيها، وانا يعني مش هقول ان انا كان صاحب الدور ولا بتاع، احنا كنا مجموعه بنشتغل، كنت انا وزكريا وكان في خالد بيب، وبعدين خالد طلع وجا حسام غالي الخطيب هو اللي برأس هذه اللجنه. كنا بنشتغل بروح رياضيه وبجو اسري. نعم. عملنا اللي علينا، وخلال فتره وجودي اتحققت بطولات كتيره في النادي الاهلي. طب ده يعني، طب جاوب لي على السؤال الثاني. تقر وتعترف ان لجنه التخطيط شريك في الكثير من الصفقات الفاشله اللي الاهلي تعاقد معاها؟ لا. لا. لا لا لا، احنا يعني الصفقات الفاشله كانت قرارات مدربين. طيب تقر وتعترف انك كنت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمه الاجهزه الفنيه للاهلي بالمخالفه لتقاليد النادي وطبيعه منصبك؟ انا كان نفسي يكون عندي اللي هي التويته اللي انا بقول لك عليها دي. ايوه يعني انا بكتب على فكره، وانا من زمان وانا بكتب، وكان عندي صفحه اخر ساعه مقالات في الصحافه زمان وبكتب يعني في الحاجات اللي هي مهمه ورياضيه. فانا مؤمن، وقلت لك من شويه، نعم، البطوله مدرب ولاعيبه والراجل مشرف عليهم. نعم. او مدير كوره او حاجه كده. وجمهور. نعم. انما كل اللي بيشتغلوا عمال واداريين ومش عارف ايه، ده كلهم بيسهلوا الامور. نعم. فانا مش عايز اقول لك ان احنا اثناء وجودنا النادي الاهلي حقق بطولات. نعم. لكن مش احنا اللي حققنا البطولات، لا. ومش احنا اللي خسرنا بطولات. نعم. لا. تقر وتعترف انك فشلت مع منتخب مصر في المرتين اللي توليت فيها منصب المدير الفني؟ لا، مره الاولى نعم مسكتها طوارئ، كنت مساعد وهرب راوتر، فتوليت. نعم. المسؤولية وكملت المشوار وتأهلنا لجنوب أفريقيا. نعم. وما كملتش جيك رول. وحققنا. نعم. يعني ريكورد. نعم. ما حصلش قبل كده. وبعدين الحمد لله يعني كافئوني وأخلوني وجابوا كورونا. مرة تانية بعد ما فزنا بالدوري مع النادي الإسماعيلي. نعم. وطلعت بتعليمات، لان نعم. انا ما كنتش عايز اخد التجربه. أيوة. لكن طلعت بتعليمات، اشتغلت كويس، كان معايا فرقه كويسه، كان ممكن نعمل بطوله. لكن اللي حصل انه احنا تعادلنا، كسبنا زيمبابوي، خسرنا من الجزائر في اخر دقيقه في ماتش كنا احنا راكبينه، تعادلنا مع الكاميرون 3-3 والجزائر 4-4، هم فاتوا بهدف اعتباري. صحيح. فانا ما اعتبرش ان انا، لكن لابد ان انا اعترف ان انا فشلت. كانت في لعيبه بتدخل في عملك فعلا، قالوا انه التوقيت ده كان ميدو له دور كبير، وكان بيتدخل في التشكيل، وكان يعني هو المسيطر على الفرقه. يشوف ميدو كان في الوقت ده زي محمد صلاح في وقتنا ده. نعم مظبوط. كان نجم كبير. نعم ده صحيح. وانت لعيب، ويمكن تفتكر ان انا اتكلمت معاك كتير اثناء. نعم. ما انا كنت مدربك في. نعم. في المنتخب او في النادي يعني. نعم. المدرب الناجح هو اللي بيتواصل مع اللعيبه. طيب. مش ممكن انا اجيب لعيب واقول له انا عايز منك كذا 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 كذا، وهو نازل الملعب من غير ما اتناقش معاه، ممكن يقول لي انا ما اقدرش اعد الدور ده. نعم. يبقى ساعتها افكر في حلول، فكنت بقعد مع ده وبقعد مع ده وبقعد مع بلال وبقعد مع احمد حسن وبركات وحازم وكل اللعيبه كنت بقعد معاه. لكن لان ده نجم، فالنفوس ساعات بتبقى يعني فيها بعض الغيره، بعض اللعيبه، بعض اللعيبه. آه. بيبقى فيها شويه. لكن لم يتدخل في عملك اطلاقا، ما دخلش في التشكيل اطلاقا. يعني يا كابتن احمد، برايك انت بمدرب يعني يعني مش عايز اقول قادر على ده. نعم. اتخاذ قرارات قويه. نعم. وكانت قرارات صارمه وقرارات يعني موجعه وقرارات. نعم. خطيره جدا. هيجي يسمع كلام لعيب يقول له نزل فلان وشيل فلان؟ يعني لم يحدث. اللي حصل ساعتها انه. نعم. في مباراه الكاميرون. الكاميرون. نعم. فانا عايز العب براس حربه ونص. مش عايز العب باثنين. نعم. يعني فرقه تقيله. فجبت بلال، قلت له يا بلال انا عايزك تلعب نص تحت ميدو. أي. مش راس حربه واضح. نعم. قال لا يا كابتن انا ما اعرفش العب دي. انت هتعمل كذا؟ قال لي لا انا ما اقدرش العب دي. قلت له اوكي.
فشلته وحطيت ميدو وايد ميدو كده كده هو اي الأساس. مدرب هيلعب ميدو الاول يعني طيب. المنطق يعني نعم فيعني احمد بلال يعني الظاهر ان هو يعني زعل الله زعل فبدا يقول انه ده ميدو اللي شني ده ميدو اللي قال للكابتن محسن ما تلعبش بلال يعني الغيره والحاجات اللي بين اللعيبه دي المفروض انها يعني ما تتعالجش بالشكل ده او ما تكذبش او ما تجرحش او ما بتسئش لمدرب بكلام يعني بتنفي كل هذا الكلام جمله تفصيل تخرج وتعترف ان تجربتك الوحيده الناجحه في التدريب هي الفوز بالدوري مع الاسماعيلي والكاس لا انا حققت بعدها كاس امير الكويت نعم مع النادي العربي قبلها ثالث دوري مع المصري ثالث دوري في الاقاليم معناها نعم. انك انت بطل الدوري بطل دوري ثاني دوري مع الاسماعيلي نعم صعدت في بداياتي مع نادي بورفؤاد للدوري الممتاز لاول نعم. مره في 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 سنوات نعم. طويله نجحت مع منتخبات ليبيا ومع منتخبات اليمن يعني الحمد لله المسيرة مشرفة الحمد لله تقرر وتعترف انك حزين ومحبط من تجاهل الكثير من ابنائك اللي اكتشفتهم لدورك معهم وتعمد هم بيتجاهلوا دور كابتن محسن صلاح معهم يعني دول ابنائي ما تقدرش انك انت يعني ما انتش عارف ظروفهم ايه لكن لكن يعني أنا عملت كتير مع اللعيبة ويمكن أنا المدرب الوحيد اللي فتح الباب نعم. أمام لاعبين من الأقاليم ولاعبين ده صحيح ما حدش عارف عبد الله الصاوي من طنطا محمود أبو الدهب يعني نعم. أسامي كتيرة نعم. فيعني ما كانش يعني هيغلب لو قال لي إزاي مين أكتر واحد بيودك؟ خالد بيبو خالد بيبو تقريبا ساعة احمد نخله بيكلمني وليد صلاح وليد بيكلمني مين اللي انت مستغرب انه ما بيكلمكش ولا هم كتير ابرزهم هم كتير يعني بركات بركات ابني انا عارف انت بتحب بركات جدا بركات ما بسمع ما بسمعش صوته خالص خالص سيد معوض ساعات بقابله في الساحل صدفة كده ميدو ساعات بيكلمني بيتصل بيا يسال عليا نادر ساعات بيسال عليا نادر السيد مدرب كويس على فكره نادر السيد مدرب كويس سالت عنه كثير مدرب كويس اللي انا حزين عشانه اللي انا يعني اتهاجمت كتير عشانه ولكن بيحاول ينكر او يظلم الدنيا مش عارف ليه يعني يعني يشوف كابتن فكري صالح يقول له كابتن صالح فكري صالح هو اللي اكتشفني يقابل كابتن حسن مختار الله يرحمه كابتن حسن مختار الله يرحمه هو اللي اكتشفني وانا عانيت عشان اجيبه كان قرار يعني الناس كلها كانت مستغربه له انا بتكلم على الحضري حضري بتكلم على الحضري ايه يعني كان دورك مع الحضري يعني الحضري انا رحت اتفرج عليه في ماتش دمياط ونادي بورفؤاد نعم فتوسمت فيه الخير وانه في المواصفات المطلوبه لحراسه المرمى نعم فبدات اتابع واجمع معلومات وحركت حسن مختار يروح يشوفه وحركت كذا يشوفه هنا التقارير كلها كانت في صالحه كنت مدرب منتخب اول ساعتها كنت مدرب منتخب نعم. اول ساعتها فكل التقارير كانت في صالحه اللي بياخد قرار ضم لعيب او استعباده مين مدرب مدير فني مدير فني نعم. مش مدرب حراس ابدا مش المهندس انا بريده لا يعني هو من يومين ثلاثه طلع المهندس انا بريده هو اللي راح جابني من دمياط المهندس انا بريده ما كانش يعرفك ولا شايفك اصلا يعني فانا رحت بعت له وجاء معسكر الفريق الاول ودخل معانا معسكر في دار المدرعات قعد فتره وبعد كده كان في المنتخب الاولمبي موجود وهو كان سنه صغير فكلمت كابتن شوقي كلمت هانا بريده وكلمت كرول الولد ده يشتغل عندكم في المنتخب الاولمبي هيعمل مستوى كويس وبعد كده ناخده لان احنا عندنا يعني ما شاء الله حراس المرمى كتير وكلهم اسامي كبيره فده اللي كان
بعد ما ضميته بعد كده اشتغل وكلمت الله يرحمه ثابت البطل، قلت له حضرتك كلمت ثابت، قلت له في حارس مرمى كويس حاول تاخده، فخلص معاه وبدا يلعب في النادي الاهلي. وبعدين قبل 2004 2002 عملنا التجمع عشان بطولة 2004 اللي في تونس يعني. نعم. فكان مستواه هابط في هذه الفترة. فاستبعدته من المنتخب. نعم. وكان معايا نادر السيد، وكان معايا عبد الواحد السيد أول مرة كان يبقى موجود في المنتخب، وكان عصام عبد العظيم، ويعني مجموعة من الحراس الشباب اللي كانوا موجودين ساعتها بتاع. فاتفاجئت إن هو طلع هاجمني في الجرايد. انتقدني وهاجمني بعنف يعني. فاستغربت، فبعد يوم يومين لقيته بيكلمني بالتليفون. طب كويس. والله يا بابا انا ما قلت حاجه، ده هم اللي كاتبين، والله يا بابا والله مش عارف ايه. انا مش عايز اقول انا رديت وقلت يعني، لكن يعني حزنت من عدم الوفاء. يعني بعد ما ربنا ادالك ووصلت وعملت كل حاجه في الدنيا، يعني انت ايه اللي يمنع انك انت تقول انه الراجل ده هو اللي اكتشفني يعني، أو هو شرف. الراجل ده هو اللي اداني الفرصة. نعم. أو هو اللي اختارني واداني في الحتة دي يعني، ما هو أنا طالب منك حاجة ولا أنت هتدفع لي حاجة ولا فده موقف أنا حزين عشانه يعني. بالمناسبة امبارح لنا زميلنا تعرفوا إبراهيم عزت، كان حارس مرمى النادي الأهلي زمان، كان من الحراس الجامدين إبراهيم، بس هو بقى باظ راح بقى مهندس يعني انشغل بالهندسة. وكان معانا عدد من زملائنا القدامى يعني، كان معانا رضا شبكه وعلي سامي وكابتن عمرو ابو المجد، واحنا كلنا دايما بنادين كده بالفضل لكابتن عمرو ابو المجد يا كابتن ياسر. أيوة. لان احنا كنا فرقه 17 سنه، فهو رغم ان هو اكبر مننا ب 10 سنين يعني، فبالنسبه لنا هو ابونا وهو اخونا وهو استاذنا وهو. فعمل لنا التجمع ده امبارح، وطاهر ابو زيد كان يعني انا طاهر ابو زيد ورضا شبكه وعلي سامي كابتن عمرو، ورحنا عند ابراهيم لانه كان يعني كان وعكه كده وربنا سبحانه وتعالى اكرمه وعدت على خير. فعايز اقول لك كنا مش عايز اقول لك كنا فرحانين بالكابتن عمرو فرحه طاغيه، لانه البدايات دي بتفرق قوي يا كابتن. طبعا ده ابو الناشئين. انا على فكره ما ببوس دماغه، اول ما اشوفه لازم ابوس على دماغه. وعندنا جروب كده، فما اعرفش اكتب اقول كابتن عمرو، اقول استاذنا وكابتننا الكبير دكتور عمرو، ما اقدرش اكتب له الا كده، ما اعرفش اكتب له الا كده، لان دي حاجات اساسيات في الحياه ما يقدرش الواحد. لعل بس يمكن يكون عصام اقول لك على اسم انا زعلان منه. سريع كده. باشمهندس فرج عامر طلب مني لما الفريق طلع انه انا اساعده في تكوين الفريق. ايوه طبعا فاكر، كان ليك دور مع سموحه. فكان في لعيب اسمه محسن الشحات في نادي الشرطه. ايوه. فمهندس فرج عامر قال لي روح معلش انت يعني الناس هناك هتعرفك وتحبك، هنا هتعمل لك اعتبار. أيوة. مش هيطلبوا مننا فلوس كتيره وكده يعني. فرحت فعلا اتناقشت مع الناس هناك وطلعوا كويسين وخلصنا كل حاجه وتمسكوا بسعر معين. ده اخر حاجه يا كابتن بتاعه. قلت لهم طب في عندكم لعيب صغير كده او صغير كده؟ قالوا ما بيلعبش عندكم، ادوهن. قالوا ده طيب خدوا ده. خد. خدت اوراقه ورحت الاسكندريه هناك، قابلت المهندس فرج عامر، اديته محسن الشحات هو الولد الصغير ده اللي بتاع. قال لي مين ده؟ قلت له ده شطه الجديد. شبيه شطه. طلع مين ده؟ ايوه طارق حامد. لا 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 دي قصه اول مره اسمعها. ايوه طارق حامد. فقلت له ده هيقوم بك بنفس الدور بتاع شطه اللي كان بيقومه معانا، عنده نفس المقومات نفس البتاع. بدون مقابل. بدون مقابل. بدون مقابل. من الشرطه لسموحه بدون مقابل. بدون مقابل، ده عشان محسن الشحات فوق البيع يعني. خدناه بتاع. فكان في وكيل لعيبه اسمه نبيل ابو زيد، اكيد طبعًا. كان لعيب كويس نبيل. طبعا. فلقيت الولد طارق حامي جاي بيقول لي يا كابتن انا في واحد وكيل بتاع مضاني على وكاله. قلت له وكالة ايه؟ قال لي عشان هو اللي بقى يعني سوقني. قلت له انت مجنون يعني، انا جايبك ببلاش وجايب واحد ياخد منك فلوس وياخد من نادي فلو كده. فجبت نبيل، قلت له يا نبيل انت جبت الولد ده؟ قال لي يا كابتن بس عشان يبقى يعني انا احميه وبتاع. قلت له هات الورق بتاعه ده لكش. وقطعته فعلا.
والولد بدأ في مع سموحة وربنا كرمه وفي الآخر بعد أظن سنتين ثلاثة المهندس فرج باعه بسبعة مليون تقريبا. بعد الزمالك بسبعة مليون ما بعتوليش حاجة. ما فيش ما بعتوليش حتى مكافأة. لا زعلان لأنه ما فيش مرة قال لي ازيك يا كابتن يعني. مع أن طارق ده كويس أوي. أنا عارف أنه كويس بس مشاغل الحياة الظاهرة. طارق من النوعات الجميلة وأرجو كمان عصام الحضر يعني اتصل بحضرتك لانك يعني صاحب فضله ليك دور كبير جدا جدا واحيانا بنختلف. انا بفتخر ان انا اكتشفت اللاعب ده. نعم بفتخر بيه. لا طارق انا بحبه جدا وللعلم هو ساكن معايا في نفس الكامباوند. طب عد سلم عليا. لا بس طارق والله طارق من النوعيات اللي انا اضمنها لانه فعلا بني ادم كويس بس يعني ممكن يكون غاب عنه. انا استمتعت الله يبارك والله بالحوار مع حضرتك وانا وعدت الناس انه اللقاء ده هيتكرر باذن الله. لسه عندنا كنوز وأسرار كثيرة جدا مع حضرتك إن شاء الله نطلعها في حلقات كثيرة قادمة وأيضا الجانب الفني الناس بتستمتع من أو مع الكابتن محسن اللي بتسمعه. بشكرك شكرا جزيلا نورتني شرفتني يا أبو البنات ربنا ويا جد الصبيان ربنا يسعدك يا رب دايما بيهم ودايما تنورنا كابتن محسن. متشكر كابتن احمد وانا فخور ان انا بتناقش وبتكلم وبحب اتكلم معاك والحمد لله انه ما كانش فيه اسئله صعبه. بلاش بره المنهج بلاش نحكي القصه هو ليه قصه شهيره جدا على واحد كان مرشح لمجلس الشعب بس دي يعني حكايه الحلقه الجايه. لقاء يعني اقترب من ساعتين ونص مع الكابتن محسن والله يعني ولا حسينا بالوقت على الاطلاق. بشكرك مره ثانيه يا شكرا محسن. شكرا ويعني ممتن لحضرتك يعني. اشكرك حبيبي. بشكركم اعزائي المشاهدين انا شخصيا مروح شبعان ومبسوط ومستمتع. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.